بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه في استوديو قناه الاهلي. استاد الاهلي طبعا دايما بيكون فيه نجوم كبار، نجوم خدموا هذا الكيان بشكل كبير. يعني هيكون معايا في الاستوديو ثلاث نجوم كبار، ابتدي طبعا بكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. برحب بك يا كابتن محمود. بشكرك يا فاروق، وانا بسعد معاك وسعيد اكتر النهارده مع كباتن كبار كابتن رضا شحاته وكابتن ابو مسلم. حقيقه كابتن في حياتي ليك طبعا، ايضا كابتن رضا شحاته نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بك يا كابتن رضا. كابتن فاروق نور، وانا سعيد جدا معاكم النهارده، ويعني مجموعه بتشرف ان انا في وسطها النهارده، ويا رب نبقى خفاف كده على الناس. حلو اللون ده، حلو اللون ده حبيبي طول عمرك. ايضا كابتن احمد ابو مسلم نجم مصر ونجم نادي الاهلي، يعني واحد من الناس المميزين، خصوصا بقى يعني كان لاعب محترف في فرنسا، فبالتالي كلام كتير بقى معاك يا نجم النهارده. كابتن احمد مسلم برحب بيك. مرحب بيك طبعا يا فاروق، وطبعا بك سلامه كابتن محمود ابو الدهب وكابتن فاروق كابتن رضا شحاته، طبعا من الناس اللي انا بعتز بيهم. يعني انا خليك ابو مسلم دايما بستعد بيك ودايما بستمر كابتن ابو الدهب وكابتن رضا وكابتن ابو مسلم. خلينا كلامكم يعني في البدايه كابتن محمود يمكن عن مباراه الامس، ما بعد وصولنا لكاس عالم ورجوع مره اخرى للدوري الممتاز، والنادي الاهلي يمكن ما لعبش غير مباراه واحده في الدوري الممتاز، تعادل فيها امام طلائع الجيش، بيرجع مره اخرى النادي الاهلي بعوده اللاعبين الدوليين، بيلعب مباراه امام الاتحاد بيفوز فيها بثلاث نقاط، ودي كانت الاهم. لكن الاستفاده من هذه المباراه كابتن ابو الدهب ليه؟ طبعا هي ومباراه الرجاء، يعني عشان نبقى بنربط الاثنين مع بعض، لمباراه النجم الساحلي والاستعداد لمباراه النجم الساحلي من خلال مبارتين في الدوري الممتاز. بص خليني اقول لك يا فاروق، يمكن اي مباراه للنادي الاهلي هيلعبها الفتره الجايه عينه على النجم الساحلي. كابتن حسام عايز يوصل لافضل تشكيل، خصوصا انه عنده في ناس مش هتبقى موجوده في المباراه، ناس مصابه، فاكيد عينه على مباراه النجم. لكن هو النادي الاهلي طول عمره بياخد يعني بيفصل بين افريقيا وبين الدوري. النادي الاهلي كان امبارح لعب مباراه كبيره جدا، كان في استحواذ، كان في جري كتير جدا، معدل الجري كان كتير جدا في الملعب، كل اللعيبه بتتنافس على اساس تنون المشاركه في المباراه. اعتقد النادي الاهلي حقق المطلوب منه وهو الثلاثة بونت حصل امبارح. لكن اللي انا الغريب جدا ان انا شفته من فرقه الاتحاد كانت مشدوده زياده عن اللزوم من حقها، لكن الشده كانت كبيره جدا. لكن النادي الاهلي حقق المطلوب منه وهو الثلاثة بونت وقدر يفوز بالمباراه. لكن برضه خليني اقول لك ان الكابتن حسام البدري يعني من المدربين او مديرين الفنيين عاوز يوصل لافضل تشكيل ليه في مباراه النجم الساحلي، فدي يقلكم في عونه. حتى مباراه الرجاء هتبقى مباراه برضه بروفا للنجم الساحلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكسب. ان شاء الله بامر الله يا كابتن ابو الدهب. هرجع لحضرتك مره ثانيه، هنتكلم طبعا على المباراه بشكل فني بقى، يعني مباراه الاتحاد ورؤيتك لمثلا واحد من اللاعبين اللي ممكن كابتن حسين بدا يعتمد عليهم زي محمد هاني. كابتن رضا برضو المباراه واهميه مباراه الاتحاد والرجاء استعدادا لمباراه النجم الساحلي. يمكن اهم النقط اللي بنتكلم فيها في المباراه ان احنا استعداد قوي. بطوله دوري مهمه جدا للنادي الاهلي، حاجه مهمه جدا في المنافسه، في ان انا اجرب لعيبه اكتر، ان انا اشوف عناصر جديده، ان انا يبقى عندي بديل قوي في الفرقه، يبقى عندي بديل واثنين وثلاثه، فده حاجه ايجابيه. واللعيبه كمان اللي شاركت كانت ايجابيه كلها، يعني كانوا مؤثرين في المباراه وكانوا على قد المسؤوليه. ممكن يكونوا بقى لهم فتره طويله ما كانوش بيلعبوا، ولكن بداوا يحطوا رجلهم بشكل كويس، وده المهم، وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه. انت بتتكلم النهارده ان النادي الاهلي وكل الانديه في مصر، كل اللعيبه النهارده عايزه تلعب منتخب مصر عشان كاس عالم. صحيح. فالمنافسه بقت قويه جدا وشرسه جدا. شوف الباب مفتوح يا كابتن. مفتوحه، هي القصه مفتوحه، ولكن الجهاز الفني بيبقى معتمد على عدد معين في الاخر، ولكن كل لاعب عنده طموح، فكله طبعا عايز يثبت نفسه. فانا شايف شفنا في لحظه مؤمن زكريا دخل بالزبط. شفنا حسام حسن دخل، بقى موجودين من ضمن الناس اللي كانوا موجودين في الفتره اللي جايه. كابتن فاروق فتره طويله لا قدر الله اي اصابه هتحصل هيبقى في حد بديل، هيبقى في حد موجود، او اي ظهور جيد، اي ظروف او اي ظهور جيد. فده مخلي الدوري، خلي بالك الفتره اللي جايه انتوا عايزين، احنا بنسال دايما على ردود الافعال القويه والمباريات بدات تبقى منافسه قويه ليه؟ ما هو لازم تبقى عارف السبب. السبب هنا ان في كاس عالم، فكله عايز يلعب، فطبيعي كله عايز يثبت نفسه، فبيثبت نفسه بقوه بقى، في عارف اللي هو المنافسه في الامتحانات. فهتلاقي ده كل الدوري الفتره اللي جايه هتلاقي بنفس القوه وبنفس الاداء وبنفس العنف. هو لازم يبقى مقنن يعني، ولكن في لعيبه ما بتعرفش تسيطر على نفسها، ما بتعرفش تبقى حريصه على لعيبتها على زمايلها، ولكن لازم ناخد بالنا شويه. يعني لا في لعيبه على فكره طول حياتنا بنشوف كده بعض اللعيبه اللي هي هو ده لعبها، هو من ناحيه هو ده لعبها، ولكن
في الاخر انت بتتكلم على 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 لعيب يهمه انه يبقى موجود الفتره اللي جايه وليه امل، فانت ما تحرمش حد من 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 الحلم ده، وخلي المنافسه تبقى شريفه، وخلي المنافسه دايما تبقى في اطار الفير بلاي اللي بنتكلم عليه. وعشان كده بقول الفتره اللي جايه هنلاقي الدوري عنيف، ولكن نحاول نتكلم عن النقط دي عشان ما تتكررش وتبقى الشكل. نتمنى طبعا كابتن رضا. خلينا كلام كابتن ابو مسلم برضو على مباراه الاتحاد وايضا الرجاء واهميتها طبعا بالشكل الاستعدادي اللي هيبقى موجود القوي واعتماد كابتن حسام البدري على مجموعه من اللاعبين، بنشوف ان هي اللي هتبقى القوام الاساسي في مباراه النجم الساحلي. والله زي ما الكباتن قالوا طبعا في نقطه طبعا قويه جدا اللي هي طبعا بترجع اللعيبه اللي كانت موجوده معاك بقى لها فتره ما بتلعبش بصفه اساسيه، مثلا يعني رجوع صالح بقى يلعب تاني بصفه، امبارح الماتش كله ابتدى موجود، بتدي ثقه مثلا لازارو برضه يقدر يجيب اهداف، يعني لو قدر يحرز ما قدرش يحرز بيحاول نفس الكلام. عندك بتعمل روتيشن في الفرقه كابتن فاروق، انت لازم في فرقه عندك في لعيبه مجهده وفي لعيبه لسه مش مجهده، يعني في لعيبه موجوده برضك، فتقدر تعمل روتيشن في الفرقه كلها، تقدر تحضر اللعيبه كلها في احسن تشكيل في الماتش اللي جاي بالذات اللي هو ماتش النجم الساحلي هيبقى صعب شويه، فبتقدر تكون يعني الاستعدادات المنتشره الدوري دي، بتقدر توصل لاحسن تشكيل موجود عندك اللي هو القوام الاساسي اللي بنتكلم عليه. لو جينا نتكلم عن النقطه الثانيه زي ما انت كنت بتتكلم عليها، هتلاقي في خشونه في الدوري والدوري هيبقى سخن الفتره اللي جايه. اكيد حلم لاي لعيب في النادي الاهلي اي انديه ثانيه كلها حتى الانديه الصغيره اللي هو التواجد في منتخب مصر او يمثل شرف يلبس فريق منتخب مصر طبعاً. فهتلاقي في عنف جامد جدا، هتلاقي في ناس طموحاتها اعلى جدا، انت دلوقتي سقف الطموحات خلاص بقى عندك، مالكش يعني ليك طموح كبير جدا، كل لعيب ليه طموح، فهتلاقي الدنيا اتغيرت كتير. انت بنتكلم اخر تجمع الفتره اللي فاتت كان واحد زي حسام عاشور مالوش تواجد في المنتخب الفتره اللي فاتت كلها، اخر تجمع للمنتخب حسام عاشور موجود، مؤمن دخل، فهتلاقي الفتره اللي جايه كلها في كده. النهارده يعني مثلا ماتش الاتحاد السكندري عندك حسين السيد رجع تاني، فانت كسبت واحد زي حسين السيد، فعندك لعيبه مميزه كتير، فانا شايف المنتشره الدوري هتبقى مميزه، لعيبه كتير هتقدر ترجع لعيبه كتير وتنافس على لكن بطلع. بالنسبه لنادي الاهلي يعني بالاخص نادي الاهلي واستعداده للمباراه النجم، المباراتين زي دول استعداد قوي كابتن مسلم ولا غلطان؟ طبعا. ولما جينا يا كابتن فاروق اتكلمنا معاك قبل كده اخر يعني اخر حاجه اتكلمنا فيها في التحليل المباراه كنت انا والكابتن رضا، ما جينا نتكلم وكنا بنقول الترجي اقوى ولا النجم الساحلي؟ انا كان من وجهه نظري قلت لهم النجم الساحلي اقوى، النجم الساحلي عندك خط الدفاع بتاعه مميز شويه عن الترجي، الترجي عنده مشكله في السرد باكين بطاء، ما عندهمش المرونات والستارت بتاعهم صعب جدا. النجم عندك ورا متميزين جدا، خط النص متميز، العنصر اللي بنقدر نركز عليه عنصر اللياقه البدنيه عندك عالي جدا في النجم الساحلي، في الدليل على كده اللي انت في الدقيقه 85 هم جايبين الهدف الشوطه اللي هو معدين. فانا شايف النجم قوي يعني فرقه قويه جدا، فعشان كده كابتن حسام الفتره اللي فاتت بيدي ناس كتير عايز يوصل لاحسن تشكيل. يعني طيب يعني بكلامكم عن الدوري واهميته والقوه اللي هتبقى موجوده الفتره القادمه، يعني طبعا نتائج الاسبوع الخامس اقول لحضراتكم مره ثانيه، طبعا ابتدى يوم الاربعاء بماتش الداخليه ورجاء وفوز الداخليه 2-0، ايضا سموحه وبتروجيت 0-0، ثم يوم الخميس الاسيوطي والمقاولون العرب وتعادل ايجابي 1-1، وفوز المصري البورسعيدي على مصر مخاصه 3-2، اما الاهلي امبارح فاز على الاتحاد السكندري 2-0، النهارده مباريات الانتاج الحربي والاسماعيلي فوز الاسماعيلي 1-0 وطنطا والزمالك 1-1، واخيرا اخر مباراه الاسبوع الخامس مباراه امبي وطلائع الجيش وتعادل ايجابي 1-1. يمكن الاسبوع القادم ايضا في مجموعه من المباريات هتبتدي طبعا يوم الاثنين بمباراه الاهلي والرجاء، المباراه المؤجله من الاسبوع الثالث، ثم يوم الخميس هتكون مباراه طلائع الجيش وطنطا النصر والاسيوطي ومصر المقاصه وامبي والاتحاد السكندري والانتاج الحربي، ثم الجمعه هيكون مباراه بتروجيت ووادي دجله والرجاء والمصري البورسعيدي والاسماعيلي والداخليه والزمالك وسموحه. طبعا زي ما انتم عارفين بعد فوز المصري امبارح على مصر المقصه بيعتلي صداره الدوري برصيد 12 نقطه، ثم المقاولون العرب برصيد 11 نقطه والاسماعيلي في المركز الثالث 10 نقاط، ثم الزمالك في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، سموحه في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ثم يعني الفرق كلها بتيجي بقى تباعا. خليني اجي لحضرتك كابتن ابو الذهب على مباراه الاهلي امس والشكل الفني، بتشوف امبارح مباراه الاهلي امبارح الشكل الفني كان في رتم، انا بشوف ان هو الريتم كان ريتم الاهلي سريع، اللعب من نفس الاحده كان غالب بشكل كبير في هذه المباراه، انا شفتها انها مباراه ممتعه وعوده جيده لفريق نادي الاهلي الدوري الممتاز. يعني زي ما قلت لك يا كابتن فاروق، يمكن النادي الاهلي كان عنده استحواذ كتير جدا في المباراه، استحوذ على الكوره، كان بيهاجم بشكل كبير جدا، شفنا تالق للعيبه كتير جدا، محمد هاني وحسين السيد، كان انا حسين السيد يمكن انا بقول لك واحد من النجوم، ان فعلا منتخب الجهاز الفني لازم يبص عليه بشكل كويس، لعيب صغير يقدر يتحرك وبيجري وبيعمل اوفرات وبيفتح الملعب
او بيعملوا بشكل كبير. عندك كان برضو شفنا اجاي من اللعيبه كويسه جدا بيعرف يمسك الكوره وبيلعب. يمكن زي ما قلت لك الكابتن حسام عنده اكتر من حل او عنده حلول كتير جدا بيفكر بحلول. ممكن يكون في ثلاث ارباع التشكيل بيبقى في دماغه لكن هو عايز برضو البديل او الناس اللي هتبقى متواجده معاه الفتره الجايه. شفت النادي الاهلي يمكن معدل الجالي كان كتير بشكل كبير جدا بيهاجم 90 دقيقه. يمكن الخشونه هي اللي كان العيب الوحيد اللي كان في المباراه كان خشونه لعيبه الاتحاد. ممكن يكون عندهم شده عايزين يلعبوا ضد النادي الاهلي. لكن انا عايز اقول برضو فريق الاتحاد النادي يعني الدوري كله مش النادي الاهلي بس يعني يا ريت يلعبوا بنفس الحماس ونفس الاداء اللي هم لعبوا بيه امبارح نفس المباراه بتاعت النادي الاهلي. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك ان كذا لعيب اتصاب امبارح. يمكن شفنا صالح جمعه وليد سليمان يمكن اثرت بشكل كبير جدا. اتمنى الشفاء لوليد سليمان في المباراه ديت. لكن النادي الاهلي كان ادى مباراه كبيره جدا وزي ما قلت لك وصل للهدف اللي هو عايزه وهو 3 بونت. زي ما قلت لك ده هيبقى يعني استعداد كويس هو ومباراه الرجاء لمباراه النجم الساحلي ان شاء الله. كابتن خلينا نكلمك كابتن رضا كان مكاسب امبارح يعني زي ما كابتن ابو مسلم تفضل وقال على ظهور حسين السيد بشكل جيد. احرزه هدف ممكن برجليه اليمين واحنا مش متعودين. هو لازم لعيب الكوره يبقى عنده الحلول طبعا. سواء بشمال او يمين فهو يعني حسين اللعيبه المميزه اللي ممكن بشوف ان هو متاخر في وجوده كلاعب اساسي في فريق النادي الاهلي. يمكن عشان طبعا وجود نجم زي علي معلول بيتالق بشكل كبير مع النادي الاهلي. صبر رحيل ايضا مميز المنافسه الشديده. ولكن خليني اقول لك على طرفين النادي الاهلي محمد هاني وحسين السيد امبارح موجودين وموجودين بشكل جيد. ايه رايك برضو في هذه التجربه ايضا خصوصا ان انت محتاج محمد هاني محمد هاني طبعا من اللعيبه المميزه جدا. لعيب انا بشوفه لعيب اوروبي مش لعيب مصري. عارف حافظ المكان كويس قوي. عنده ثقافة ان هو بيعرف التمركز بمعنى اصح في المواقف الدفاعية والمواقف الهجومية. انا شايف ان ده محمد هاني اللي جاي في الفترة اللي جاية ان شاء الله لعيب مهم جدا. لو انا شايف الثقة بس والتقل بيجي بالمباريات ما بيجيش وانا قاعد بره. فده جاي مع محمد هاني. حسين عنده مشكلة كانت في الحتة الدفاعية فقط لا غير. يعني هو مع النادي الاهلي على الفترة اللي فاتت كلها كان عنده مشكلة في الحتة الدفاعية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ما عندوش التمركز في الحته الدفاعيه. كان عنده مشاكل فيها كتير جدا. كان عنده مشكله ان هو دايما في الحتت في ال 18 دايما بيروح مندفع فبيكمل بايده او بيكمل بكتفه. فدي كانت شويه مقلله ان هو يبقى بيشارك في المباريات المهمه اللي انت بتبقى مضغوط فيها كنادي اهلي. فبيبقى في مشكله ان هو بيجازف بيه. فكان دايما بيسيبه في المباريات اللي هو اللي عايز يهاجم ما يبقاش الحته الدفاعيه بتاعته فيها اكتر. فكانت دي كانت مقصره. ولكن امبارح انا شفت عنده حته اللي بدا يتقل في الحته دي. بدا يبقى شايف بدا يبقى ما عندوش رهبه ان في حد في ظهري دايما. بقى شايف كويس قوي. بقى في واحد استلمها على صدره بيديها للشريف بهدوء. فده مكاسب اللي هو اللي كسبها. والهدف اللي جابه هدف حلو قوي. فالهدف ده هيخليه كمان ثقته تعلى ويبدا الشكل اللي جاي الشكل يتغير. الميزه كمان في الهدف ان هو فاجئ الهاني سليمان في الهدف. لان الطبيعي لو انت في المكان ده اي حد في المكان ده لازم يلعب في البعيده ما يلعبش في المكان ده. فهو هنا فجاه هاني سليمان. امبارح تم مقارنه هذا الهدف بهدف كريستيانو في برشلونه في كلاسيكو. الثاني في البعيد الثاني في الزاويه البعيد. شفت بقى الفكره بقى هو ده اللي انا بقول لك عليه. ملي بيل بتعمل شغل. لو انت فكرت هنا الهاني سليمان مستنيها في الزاويه الثانيه. هو عشان يتفاجئ ان هي في الزاويه القريبه فعشان ياخد يغير رد فعله من هنا لهنا فبقت صعبه على الهاني سليمان. ولكن حسين فكر فيها كويس قوي حطها في مكان كويس وبيلعب برجله العكسيه. وده اللي احنا بنتكلم عليه دايما ان احنا محتاجين ان اللعيب يبقى رجليه الاثنين شغالين في طول الوقت. ودي من المكاسب والمكان ده هو ما بيبقاش متواجد فيه يعني نادرا يعني لما يبقى هيبقى موجود في المكان ده. فدي حاجات ان يبقى عندك حلول في اي مكان في الملعب. فدي حاجات ايجابيه ونتمنى الفتره اللي جايه من تألق لتألق ان احنا محتاجينه الفتره اللي جايه معانا ان شاء الله. ابو مسلم لازم اكلمك على انت يعني واحد من الناس اللي كانت مميزه في خط الظهر خصوصا طبعا كباك ليفت. حضرتك احترفت في الدوري البلجيكي الدوري الفرنسي. بتشوف حسين وجزء الشمال بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيعتمد على الطرفين بشكل كبير. لكن انت هكلمك على حسين وعودته مره اخرى وظهوره بالشكل ده كابتن ابو مسلم. طبعا في الاول نتكلم في الاول نتكلم على محمد هاني او حسين السيد. دول مستقبل النادي الاهلي يعني دول مستقبل في السن. اللعيبه كلها بخبرات. ممكن محمد هاني
عنده ميزه اللي هو لعب اكتر شويه من صبر من حسين السيد. تاني حاجه محمد هاني عنده العنصر يعني النفسي بيبقى هادي جدا، في لعيبه بتبقى عندها صربعه ولعيبه مش واثقه في نفسها شويه، فمحمد هاني عنده من النوع اللي هو بنتكلم فيه اللي هو برود الاعصاب، فلعيب مميز بيقدر يقف بيهاجم كويس بيقدر يدافع كويس. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الوقت اللي هو حصل مع حسين السيد من لعيبه مميزه جدا، باك ليفت من لعيبه مميزه محترم كان، بس زي ما نقطه الرضا قال عليها وعنده نقطه بس مشكله بسيطه جدا اللي هي التهور اللي هي ممكن تخش وممكن جوه منطقه الجزاء دي مع الخبره ممكن اجري جنب الراجل ما اعملش حاجه وعدى مني، فممكن اسيبه يعمل الكروس مش هيحصل حاجه، بس بتروح واقف جنبه فممكن دي يحصل مشكله تزقه بايدك فدي اللي بتعمل المشكله. شفنا امبارح حاجه ثانيه مختلفه تماما، حسين مميز امبارح، الكوره دي يا فاروق لو جينا نتكلم بص عليها هتلاقيها حسين ما بيخشش جوه بس ابو مسلم بس انت كنت بتحط بيمينك ولا انا جايب ثلاث جوان بيميني خلي بالك انا جايب اول جول في النادي الاهلي مع النادي الاهلي في بيت اتلتيكو هناك في انجولا بيميني انت كنت معانا صح فاول اول مباراه ليا ابو مسلم بتذكرني بس عشان اذكر ان انت قاعد اللعيبه المميزين في الناحيه الشمال وكنت برضه في استاد من رجليك اليمين فهي طبعا حسين بس عشان برضه ما ننساش بقى كابتن محمد عمار ده كان واحد بقى من الناس اللي كان ايه بيرفع بشماله وبيمينه زي بعض صح كابتن ابو داب ده بيحطها بالخارجي كان بيعملها بالخارجي كمان يعني اتفضل كابتن ابو داب بس فحسين الخبره اللي اتكلمنا عليها ماتش امبارح اللي هو المكاسب اللي هو جاهز دي ميزه كبيره لما يكون عندك اثنين باكات ليفت محترمين كان علي معلول او حسين السيد منافسه قويه زي ما كنا احنا كنا موجودين زمان انا ولا جلبرتو او الله يرحمه عبد الوهاب أو الناس اللي هي كانت موجوده قبل كده كان مثلا كابتن عماره كان معانا فدي منافسه الاحسن فيها هو اللي بيقدر يطور نفسه وبيقدر بيستغل الفرصه فشاف الفرصه بتاعت امبارح بتاعت حسين ديت بتعمل منافسه قويه جدا مع علي معلول بالذات في الارتفاع مستوى الفتره الاخيره الماتش اللي هو عمله اللي فات في الترجي بالذات ضيف على كده فاروق اللي انت عندك باك رايت مميز جدا اللي هو في النجم الساحلي راجل اللي هو الباك رايت قوي جدا وبيقدر يلعب بقوه كبيره جدا فانت دي ميزه عندك ممكن تستعمل حسين في وقت معين ممكن تستعمل علي معلول في وقت معين فحسين امبارح لو فضل حسين بنفس المستوى دوت متهيألي هيبقى هيفرق معاه كتير جدا وانا شايف من زمان ما كنت بتكلم حسين كان بس نقطه التركيز حسين لو ركز هيبقى اكتر قد كده 10 مرات كمان طب كابتن عبد الدهاب خليني اكلمك على الجزء الهجومي للنادي الاهلي طبعا انت مش مطالب غير بهدف واحد طبعا يعني ويمكن طبعا والحفاظ عليه او بتزود عدد الاهداف بالنسبه لك وتطمن بشكل كبير في مباراه النجم الساحلي لكن ضاعت الفرص ويمكن كلام كتير على وليد ازارو وكابتن حسام طلع دافع عنه بشكل كبير ولكن الجماهير بتبص دايما انه قلقانه على الجزئيه دي ان انت في وقت اوقات ممكن ما يجيلكش غير فرصه واحده لازم تحرزها بشكل كبير وممكن كان اجايه هو دائما هو مفتاح او كلمه سر في تهديف النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت يعني بص خليني اقول لك يا كابتن ان جماهير النادي الاهلي يعني بتفهم كوره كويس جدا وعارفه قيمه المباراه اللي جايه ان انت من ربع فرصه اي فرود لازم يجون لكن هتقعد تضيع الناس مش هتستحملك كتير لان انت ازارو يمكن جات له كذا فرصه في الترجي وفي النجم الساحلي وفي مباراه امبارح انت فرود لازم تبقى زي احنا قلنا اتكلمنا كتير يا كابتن مسلم ان انت لازم تبقى هادي حتى لما بتروح عند الجون ببقى عارف انا بحطها ازاي اهدى ولازم ابص وارفع عيني واشوف الجون فين ولازم احطها بشكل محترم النهارده في ناس كتير مش هتستحملك حتى الجهاز الفني مع احترامي مش هتستحملك كتير او مش هتقعد تضيع وبعدين اقول لك نصبر ونصبر لا النادي الاهلي بيلعب على بطوله واللي مش مستحمل ان انت تضيع كتير الحاجه الثانيه ممكن عايز اقول لك النادي الاهلي يلعب بطريقه هجوميه يمكن احنا اتكلمنا على الطرفين مفتاح اي فوز في اي فرقه في الدنيا الترفيه لازم يفهم كويس الباك رايت او الباك ليفت لما بيجي يلعبوا لازم يلعب تحت الكوره ان انا ما بسبقش الكوره عنده حسين السيد عنده سرعات نفس الطريقه عند محمد عنده سرعات لكن في نفس الوقت ان انا بلعب مكان الكوره او ما بسبقش الكوره وما ما بجريش بسرعه او ما بسبقش الكوره عشان تتلعب لي بشكل كويس جدا لكن محمد هاني من اللعيبه كويسه جدا في ناس قلقانه ان احمد فتحي مش هيبقى موجود احمد فتحي قيمه كبيره ولاعيب كبير وهيبقى عنصر خبره محترم لكن انا عايز اقول لك ان محمد هاني من اللعيبه كويسه واللعيبه صغار السن وزي ما الكباتن قالوا ان هو مستقبل النادي الاهلي لكن عايز اقول لك حاجه هو بيدافع كويس وبيهاجم كويس لكن هو عايز يتقل ان هو راجل بيقدر بيروح وبيوصل وبيدافع بشكل كبير جدا نفس الطريقه يمكن انا يمكن انا بحيي حسين السيد من اللعيبه اللي هو في ناس كتير بيجي من بعيد يا كابتن رضا وبيلعب وبيتواجد وبيتاقلم بالشكل كده يمكن الهدف اللي جابه ده يعني نتيجه ان هو المباراه كان عامل مباراه كويسه جدا فربنا كرمه بالهدف سواء بقى جابه بيمينه ان هو جابه بشماله بس انا بقول لك ان هو ربنا كلل جهوده او في المباراه ان هو جاب جول. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها يمكن عندك صالح جمعه من اللعيبه كويسه جدا بيعرف يباصي بصير كويس بيرفع عينه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر بترفع عينها
ولعيب الكره اللي هو طول عمره، لو احنا مدربين فنيين بقول لعيب الكره على طول اول ما تمسك الكره لازم ترفع عينك، هو ده لعيب كويس جدا وبيقدر يوصل بشكل كبير جدا وشكل محترم. فاعتقد ان الفتره الجايه انا عايز اقول لك حاجه، يمكن عايز اقول لك الكابتن حسام الله يكون في عونه في الفتره اللي جايه، هو عايز يوصل انسب تشكيل للمباراه لان المباراه صعبه. طبعا ازارو لازم يتقلع كوره، لازم يحرز، لازم يقعد مع نفسه، لازم يتمرن عليه، يشتغل على نفسه في الفتره اللي جايه. ويمكن احنا كنا بنعملها كتير جدا، او في فراوده كان بتعملها كتير جدا، بتروح توصل بانفرادات لوحدها مع جون بتعملها مره وتمرين على التمرين، هي بتيجي مع التمرين. لكن عايز اقول لك حاجه، جماهير النادي الاهلي قلقانه ان انت النهارده ما حدش هيستحمل ازارو انه يقعد يضيع. لا وبرده كابتن بالذهب جماهير النادي الاهلي بتفضل وراك، يعني بتفضل بتدعمك بشكل كبير، بتدعمك بشكل كبير، لكن انت فعلا في موقف ممكن تقول ايه صعب جدا. صعب. انت بتلعب بطوله افريقيا وبطوله صعبه، بتلعب امام فريق كبير زي النجم كابتن رضا، محتاج هدف واحد. ف لو الامور ما مشيتش بالشكل اللي انت جمهور كمان عايزه، الامور بتبقى صعبه على اللاعب كمان، وكمان بتاثر على اللاعب يا كابتن. ثبات انفعالي جيد يعني برضو اهدار الفرص دي كابتن رضا، شوف حلها ازاي؟ بشوف حلها ان هو مشكله وليد ازارو ان هو بقى مش عايز يروح، دي كانت بقت مشكله. يعني ايه مش عايز يروح؟ خايف يروح، خايف يبقى امام المرمى. هو بقى خايف يروح وبقى بيروح اجباري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكره بتجيله انفرادات دايما، يعني هو مواجه دايما للمرمى. انا شايف ان المشكله الوحيده عنده حاجه واحده، ان هو قرار بياخده متاخر شويه. يعني هو الكره بيستلمها بيستنى لما الجون يقرب قوي زياده عن اللزوم عليه وبيبدا يلعب. لو الجون قرب عليك قوي قفلك زاويه الرؤيه هنا يمين او شمال، او حتى في على جنب ايديه من فوق هنا او هنا، كل الزاويه هنا اتقفلت. فلازم القرار هنا لازم يبقى اسرع، ما يستناش لحد ما يوصل هنا. هو لازم اول ما الكره دخلت 18 يحط بطن رجله، هيبقى عنده زاويه يمين وشمال الحارس مفتوحه. انما الهاني سليمان في الكوره دي بالاخص بص قرب قد ايه، خلاص ما بقاش عندك زاويه رؤيه خالص، يا اما هيترقص، يعني ترقصه على 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 مسافه بعيده، على بعيد ده او ده، بس لازم القرار هنا يبقى بسرعه. لو احنا جبنا بقى هدف اجاي، التحضير اللي احنا بنتكلم عليه، هو مش هيعرف يعرف بطن رجله ولا حاطط سن الجزمه، هو ده الفرق بقى اللي انا بتكلم. هو محضر هنا اجاي، محضر راح واخد الكوره سن جزمه، حط اقرب حاجه هنا، اقرب حاجه بتقول ايه سن الجزمه جون خلاص، لان هو واخد قرار. ومع هنا كمان ايه ده، هنا زحمه مع ضغط لعيبه ومسافه عدد لعيبه كبير، فزاويه رؤيه اقل من بتاعه وليد ازارو. طيب. بس في هنا تحضير واقرب حاجه للمرمى ايه، فراح حاطط سن الجزمه هنا، بيحط ببطن رجله ومفيش اي مشكله عنده في زاويه رؤيه، ولكن استنى لما الهاني سليمان خرج عليه وبدا يقفل له الزاويه. انا اسف هذا كابتن رضا، بس يمكن عايز اقول لك على حاجه، يمكن اجاي كمان مستني متوقع انه يجيب جون في اي وقت، كده. هو التوقع ان هو لو هو مستني اي فرصه ان يجي منها على اساس يحط التحضير. ده التحضير، التحضير هي بس الفكره. كمان المشكله كابتن ابو الدهب ان وليد ازارو عليه ضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت، فبقى اوتوماتيك هو بقى مضغوط. طب كابتن رضا، يعني ايه المميزات اللي في وليد ازارو تقدر حتى سيبك، يعني ممكن يبقى عنده قصور في حته الانفرادات ودي نقدر نحلها عن طريق الكابتن ابو الدهب بيتكلم عليها، لكن هو ميزه النادي الاهلي دايما في الاطراف، ما نشتغل عليه في جزئيه في الكورسات وتبقى فيه الجزئيه دي بشكل، ولا انا غلطان في لا ده. هو مميز جدا في التحركات، التحركات طيب محدش يقدر يتكلم في الجزئيه دي، لان هو عنده ميزه ان هو بيفتح لك الاماكن الدفاعيه في خط الظهر، سواء من على الاطراف او من العمق. هو مميز وبيعمل لك حلول كتيره جدا، وخلي بالك هو مؤثر جدا في الحاجات دي، بدليل ان هو متواجد دايما في انفرادات، يعني هو دايما متواجد، فكده يبقى ده راس حربه فاهم هو بيعمل ايه. الفكره كلها ان انت زي ما انت عارف كابتن فاروق بيجي طيب. وقت كده انا استاذنك بس كتر ان معايا مكالمه بخصوص طبعا وليد ازارو، وهو يعني واحد من الناس اللي اكتشفوه الكابتن جمال السلامي مدرب منتخب المغرب المحليين، وهو واحد من الناس او واحد من المدربين اللي اكتشفوا وليد ازارو وضمه طبعا لمنتخب المحليين ثم النادي الدفاع المغربي، طبعا الدفاع الجديد المغربي. كابتن جمال مساء الخير على حضرتك. كابتن مساء الخير كابتن فاروق، مساء الخير المتابعين والمستمعين. تحياتي لحضرتك. يمكن كلامنا على وليد، لو حضرتك كنت تستمع لينا، يعني وليد من اللعيبه المميزه المتميزين بشكل ما في تحركاتهم، لكن بيواجه زي ما بنقول حظ سيء مع النادي الاهلي في الجزء التهديفي. يمكن راي حضرتك ايه، خصوصا ان انت واحد من الناس اللي اكتشفتهم كده. بطبيعه الحال انا شفت مباريات يلعبهم وليد مع الاهلي منذ انتقاله لمصر. اظن انه وليد لاعب مميز، عنده مؤهلات كبيره، ولكن
لازم نعطيه فرصه ونعطيه وقت باش يتاقلم مع الاجواء، لان وليد السنتين الماضيتين حصل عنده تطور كبير في المستوى. تمام. وطلع على المنتخب الاول. الجميع يعرف ان ما يمكنش لاعب يدخل على المنتخب الاول لما عندوش مواصفات لاعب دولي ولاعب مميز. صحيح. وفي سيد رونار اخذوا معاه واعطاه فرصه واظهر هيلات كبيره في الضغط على الخصم، في خلق فراغات الاصدقاء ديالو الزملاء ديالو، في تسجيل اهداف لانه مميز عن طريق الراس وكذلك التحرك ديالو، فهي تحركات جيده بالنسبه للمهاجم، مهاجم اللي صغير السن. اظن انه لما انتقل للاهلي هذه اول تجربه له في عصبه الابطال. تمام. وبالتالي اظن انه في المباراه ديال الترجي سجل هدفين، هذا شيء مميز انك مباراه من مباريات دوري عصبه الابطال تسجل هدفين، ولكن اظن انه جمهور الاهلي والمحبين النادي الاهلي دائما يطلبوا اكثر، هذا شيء مفروغ منه ومعروف، لان الجماهير تحب الفريق ديالها ينتصر ويحقق الانجازات. لكن انا عندي ان وليد حيكون عنده مستوى كبير، هو عنده دائما شجاعه، لان لو 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 في لاعب اخر اظن انه ما يعمل تحركات يعملها وليد امام النجم. صحيح. لو كان ما يخاف ما يروح واحد واحد ضد الحارس. تمام. يلعب على ياخذ الكره ويسلمها للاصدقاء ديالو وهو ما ياخذ مسؤوليه. هو لاعب عنده شجاعه، عنده ثقه كبيره في المؤهلات ديالو. اظن انه مساله وقت، لان كذلك لازم انت تعرف انه وليد بعد نهايه ديال الموسم في المغرب انتقل ولعب مع المنتخب الاول ضد الكاميرون، ثم بعدها انتقل ولعب عصبه كاس العرب مع الاهلي، وبعدها لعب عصبه الابطال مع الاهلي. صحيح. بان لعب مع المنتخب الاول يعني مستوى عالي، ثم انتقل كاس العرب مع الاهلي، ثم لعب عصبه الابطال، فنظن بان هادو كان عليه ضغط كثير فتره وجيزه. طيب كابتن جمال، خليني اسالك، هل انت على تواصل مع وليد؟ هل في تواصل ما بينك وبينه؟ يعني نصائح كابتن جمال بيديها لكابتن وليد، خصوصا يعني ان هو لاول مره بيبقى موجود بره بلده، موجود في فريق قوي زي النادي الاهلي، مطالب دايما باستمرار المكسب. يعني انا دايما اتواصل معاه عن طريق الواتساب، ارسل له رسائل ويرد علي دايما، واشجعه وحثه على المواصله، لان هذه فتره يمر منها جميع اللاعبين اللي طبعا تكون اول مره يحترف لاعب، لازم يمر من مرحله كهذه. انا اصبحت ورحلت لتركيا لبشيكتاش، فريق كبير، ضغط كثير، جماهير دائما، حتى في التمارين تجي تشوفك وتبغي انك تكون مميز، وبالتالي هذه اشياء يمر منها اي لاعب اول فتره الانتقال ديالو، لان لازم تاقلم مع الاجواء، خاصه ان لما فريق كفريق الاهلي تاريخه بنجومه بتعطش للجماهير، لازم وقت للتاقلم. واظن ان وليد ان شاء الله يكون في المستوى وجماهير ان شاء الله، لان هذه فتره مهمه لمستقبله، وانا اتنبا له ان شاء الله بمستقبل كبير. كابتن، يمكن يعني السؤال اللي ممكن انا بشوفه، هل ممكن استبعاده من المنتخب الاول المغربي اثر بشكل ما على وليد، ولا راي حضرتك ممكن يكون عكس ما انا بتكلم؟ بالنسبه لي وليد لاعب يعرف انه المدرب سيد إردورنار دائما مع اللاعب الجاهز، لاعب اللي يكون
من ناحية النفسية، من ناحية التباري ممكن يعتمد عليه. أظن أنه وليد بعد المباراة ديال الترجي كان في أخبار على إصابته، هذه الأشياء اللي خلته أنه يفكر حتى أنه يخليه مع فريقه، لأن هذه فترة مهمة له للاندماج، لأن لو أخذوا مرة أخرى بالنسبة لانتقال اللاعب على فترات ويخرج من محيط النادي لازم هذه تأثر عليه، لازم أنه يبقى مع الفريق دياله، يأخذ فترة تأقلم، يعيش الثقة دياله، يعيش الأجواء ديال النادي، باش هذا الشيء كله يساعده في تأقلمه. وأظن أن وليد دائما على عين إيرفي رونار في أي وقت ممكن ينادي إن شاء الله. طيب كابتن، يمكن كلامك بقى اللي ممكن تقوله لجماهير النادي الأهلي بخصوص وليد، وإن لازم يعني كابتن انت حضرتك واثق في امكانياته الكبيره، يعني بتقول ايه لجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي بخصوص وليد؟ بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اظن انه عندهم فريق في المستوى، لازم يثقوا في هذا اللاعب لانه لاعب مميز، لاعب عنده مؤهلات نادره. ان شاء الله اتمنى في المباريات المقبله انه يسجل باش الجماهير توضع ثقتها اكثر فيه، والمدرب ديالو اظن ان المدرب اتكلم عليه بشكل جيد كابتن حسام البدري الصراحه. سيد حسام البدري لما حرص على انتداب وليد، ما اظنش انه حرص على انتدابه من فراغ ولا تبعوا مباراه صحيح، لما انه كان تتبع رأى تسجيلات الوليد، عارف نقاط قوة ديال الوليد، أظن أنه مساندته لهذا اللاعب وإشرافه ليه هذا دليل على أنه يثق فيه. لازم وقت، وأظن أنه الوقت إن شاء الله صالح النادي، لأن صحيح. هذا مكسب النادي صحيح، لأن لاعب صغير في السن، لاعب دولي، وإن شاء الله صحيح كما التجارب السابقة، لأن اظن اللاعبين اخرين مروا من هذه الفتره، هذه وليد ان شاء الله يمر من هذه الفتره، وقال انه مر من نادي الاهلي في تاريخ مشوار ديالو الرياضي ان شاء الله. كابتن اخيرا، كابتن معايا كابتن احمد ابو مسلم، هو نجم مصر ونجم النادي الاهلي، كان محترف في الدوري الفرنسي والدوري البلجيكي، حابب بس يسال حضرتك سؤال مع حضرتك حالا اهو، اتفضل. كابتن جلال مساء الخير. مساء الخير كابتن جلال. متهيألي المشكلة بتاعت وليد، لو جينا نتكلم بتاعت وليد أزارو، متهيألي اللي هو ما عندوش كونفيانس الفترة ديت، دي أول حاجة. والتاني حاجة اللي هو عنده مشكلة اللي هي الباد شانس، ما بيشتغلش كتير، المشكلة مع النادي الأهلي، أنت عارف اللي هي مش يعني مش صعب اللي تلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي، فالفرص الأوكازيون بيجي له بيبقى صعب شوية، يعني الناس كلها مش الجماهير كلها مستنية حاجة زي كده، فمتهيألي هي ممكن عنده اللي هي الكونفيانس عنده مشكلة فيها متهيألي. كابتن أظن إن هذه مسألة تعالج مع الوقت، لأن أنت لعبت في دوريات مختلفة، وأنت أدرى بالنفسية، خاصة الفترة الأولى اللي انتقلت من دوري محلي لدوري آخر، أنت عشت هذه الفترة. أظن أن المساندة ديال المدرب، المساندة ديال الإداريين، المساندة ديال اللاعبين واقرب الناس اليه مهمه جدا، لان انت لما تدخل ارضيه الملعب الجمهور هو في المدرج، في اللاعبين المحيطين بك، لو كان في تحفيز، لو كان في تشجيع، لو كانت في حركات مسانده، ان حتى فتره الفراغ لو كانت حتى تتقلص اكثر، وهذا مهم جدا، لان وليد مكسب الاهلي ممكن يعطي دفعه كبيره للاهلي، ويعطي إضافة كبيرة، وهذا كله يرجع الجميع بالخير، لأن أظن أن في لاعبين مميزين عند الأهلي، عندهم تجربة، عندهم مكان عند الجمهور، عندهم قيمة في أرضية الملعب، أظن أنهم هم السند الكبير لهذا اللاعب في الفترة هذه. كابتن جمال، يمكن بنبارك طبعا لمنتخبنا الوطني منتخب مصر وصول كاس العالم، ان شاء الله نتمنى المنتخب المغربي ان شاء الله فاضل له مباراه صعبه، انا عارف انها مباراه صعبه امام منتخب كوت ديفوار، ولكن طبعا نتمنى يبقى المنتخب العربي طبعا بالاضافه للمنتخب التونسي ايضا ان شاء الله الوصول لكاس العالم. كابتن جمال بامر الله. انا اهنيكم واهني نفسي واهني جميع العرب وجميع
يومين على تأهل المنتخب المصري، لأن المدة هذه ما تأهلوا وهذه تتويج السنوات التألق. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، لأن عندهم منتخب في المستوى، وهذه مناسبة مهمة للكرة القدم المصرية باش تستمر في التألق. ونتمنى إن شاء الله الإخواننا التوانسة كذلك التأهل، وكذلك المنتخب المغربي إن شاء الله يكونوا 4 منتخبات في كأس العالم. هذه مهمة جدا لكرة القدم العربية، ونتمنى إن شاء الله التطور إن شاء الله. كابتن جمال بشكرك طبعا، كابتن جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي للمحليين بشكرك شكرا جزيلا. اكيد كابتن جمال بيتكلم على وليد وثقه الجماهير النادي لازم تزداد فيه، لانه من اللاعبين المميزين، وموضوع وقت كابتن مسلم طبعا عشان يتكلم شويه فرنساوي، فهو بيتكلم على الجزء النفسي صح، وجزء الثقه بالنفس بالنسبه له محتاج وقت. فبالتالي ايه عشان اقول لك بالظبط، بيتكلم على الكونفيدنس يعني الثقه، وعنده الثقه الفتره ديت صعبه جدا. ثاني حاجه عنده اللي هو الباد شانس زي ما قلت له، اللي هو بيتكلم زي ما هو بيكلمه، عنده سوء حظ اللي هو التوفيق مش بلازمه، فلازم يقول لك الفتره الاولانيه لازم بيتاقلم شويه بياخد. تمام يا كابتن مصطفى، خلينا نروح لتقرير عن عزة حماد اللي هو شيرين شمس وارجع. بجد ترحيب بحضراتكم، يعني ما زلنا مستمرين، كنا بنتكلم على وليد ازارو طبعا، بنقدم العزاء اللي هو شيرين شمس طبعا في وفاه حماته طبعا بقاء لله، وان شاء الله تبقى اخر الاحزان. يعني مستمرين في كلامنا عن النادي الاهلي والفريق، ويمكن كنا بنتكلم على وليد ازارو، وكان معانا كابتن جمال سلامي قبل الفاصل مدرب المنتخب المغربي للمحليين، واتكلم على وليد بشكل جيد ان الفرصه جايه، واكيد هو يمكن الثقة هتيجي واحدة واحدة والأمور هتمشي معاه بشكل جيد، ولكن الصبر عليه. خلينا كابتن أبو الدهب، خلينا أكلمك على أيضا أجاي أو أجاي، يعني بما معناه إن هو من أفضل اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في خط الهجوم، وهو دايما مفتاح إحراز الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي. دايما كابتن حسام سعد بيستخدمه في الجزئية الهجومية من خلال طبعا تواجده كرأس حربة أو في حتة الطرف الشمال، يعني برضه اجاي بتشوفه في الفتره اللي فاتت عامله ازاي؟ يعني زي ما بقول لك يا كابتن فاروق، يمكن احنا قلنا قبل كده كتير جدا ان اجاي ممكن ما يكونش راس حربه، هو بيلعب تحت راس حربه بشكل كويس جدا، بيتحرك كتير في الملعب كله، بيحب يلعب بحريه، يمسك الكوره، يمكن عنده زي ما اتكلمنا يا كابتن رضا، هو عنده توقع ان هو بيجيب اهداف، عنده الحس التهديفي عالي جدا، بيقدر يمرر لزمايله بشكل كبير، بيحب يلمس الكوره كتير، بيتحرك في جميع ارجاء الملعب، ولو موجود او هو حتى يمكن هو لعيب محترف بمعنى الكلمه، حتى لما بينزل بيحرز اهداف زي ما شفناه في مباراه الزمالك السنه اللي فاتت، وشفناه في مباراه الترجي، لعيب عارف هو بيعمل ايه كويس جدا، لعيب بيتلعب كوره، يمكن هو لعيب من اللعيبه المحترمه جدا، براس حربه موجود بيلعب على الاطراف بيلعب، ويمكن هو استفاده كبيره جدا في مباراه النجم ان شاء الله السعيد. ان شاء الله، يعني زي ما احنا شايفين كده دي اهدافه. كابتن رضا برضو لو عندك تعليق على اللاعب ده، خصوصا يعني انا بستغرب ان في ناس ممكن تكون في التحليل الفني بالنسبه في بعض القنوات ولاعيبه كبيره بتتكلم على جاي ان هو ما يستحقش وجوده في داخل فريق النادي الاهلي، وده شيء غريب جدا يا كابتن رضا. يعني هو على اساس ايه ان هو ما يستحقش ان هو يبقى متواجد؟ بص يعني بص يعني احنا نتكلم على الهدف ده بالصدفه، يعني هو ده اللي قدامي دلوقتي، استلام ولا اجمل ولا اروع زي ما بيقولوا، رد فعل طبيعي جدا تلقائي لحد مميز في المكان ده، ووضع جسمه بدله مرتين يعني في الكوره دي عشان يعدل عشان ياخدها على صدره، هو عدل جسمه تاني في الاولانيه، هو بص وضع جسمه كده عامل ازاي، بدا يلف وياخد بظهره ويستلم عشان يعملها باكورد في البعيده. لا دي مهاره عاليه جدا جدا جدا، ولاعب مميز، وعنده حاجه تانية ان هو على الاطراف كمان بيبقى عنده التقل، اللي هو يعرف يوقف امتى، ياخد فاول هنا ياخد فاول هنا، عنده الحاجات دي هو مميز فيها جدا، فهو لاعب مؤثر جدا مع النادي الاهلي، وردود افعاله كلها في الاهداف قويه جدا. يمكن اهدافه كمان في الفتره الاخيره، هو بدا زي ما احنا بنقول بدا ياخد الثقه، بدا يتقل، بدا يبقى ليه تواجد، بدا يحس ان هو بقى مسؤول في النادي الاهلي، ثقه اللاعبين كمان، ثقه اللعيبه خلاص بقى داخل جوه نادي الاهلي، واللعيبه بتحبه جدا، والعلاقه بينهم واضحه يعني في الملعب، فده اثرت على مستواه وعلى شكله العام. ولكن طبيعي انت خلي بالك ان انت هيبقى عندك معارضين ومنافسين للنادي الاهلي، فاي حد بيتكلم بالحاجات
السلبيه على النادي الاهلي انا شايف بيبقى او عايز يبقى مختلف، يعني ممكن يبقى حد من افراد النادي الاهلي برضو يبقى عايز يبقى مختلف. اوقات الاختلاف يا كابتن فاروق بيخلي الناس تشوفك اكتر، ففي ناس بتبقى بتلعب على الحته دي شويه، ولكن احنا بنتكلم باللي احنا شايفينه بالرؤيه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على مش عشان احنا في قناه الاهلي، هو واضح اللاعب مؤثر مع لا ولاعيب في اي مكان بنتكلم عليه. وكابتن حسام البدري بيشاركه دايما، حتى اول ما بيرجع من الاصابه بيلعب. بالظبط، انت بتتكلم على اي لعيب مميز، اي لعيب مميز في الدوري بيفرض نفسه، واحنا بنتكلم عليه في بتروجيت عمرو السعيد راس حربه هايل. صحيح. عنده ردود افعال ومميز وعالي جدا الفتره اللي فاتت، ففي ناس بتتكلم عليها بايجابيه. لما انت تبقى ماشي دايما عكس على ارض الواقع بتبقى انت عايز توصل لحاجه تانية بره الواقع، يعني احنا بنتكلم عليه. صحيح. لكن في الاخر الصوره والتحليل هو اللي بيتكلم. وايجابي جدا مع اللعيبه والوانتوهات والاشتراكات يعني الكره دي بدايتها هو برده، الوانتو هنا هو اللي عامله. فهي دي الحاجات الايجابيه اللي هي بعيد عن التهديف كمان. لا وعنده ميزه كمان كابتن ابو مسلم، الجزء الدفاعي بتاعه بيعمله بشكل مميز جدا. يعني اما تيجي نقول اللي هو تقدر تلعبه في الطرف الشمال، تقدر تلعبه طرف يمين، تقدر تلعبه في مكان عبد الله السعيد كفيرود، ممكن كمان كان بيساعد في وقت من الاوقات علي معلول في الجزء الدفاعي، فدي حاجه كانت اعتقد مميزه جدا جدا بالنسبه لاجاي. فبالتالي يعني لعيب انا بشوف ان هو مش هقول متكامل، مفيش حد كامل، ولكن مؤثر وبشكل كويس كمان كابتن ابو مسلم. يعني كابتن فاروق معايير طيب خليني يا كابتن ابو مسلم بس ايه قبل ما اروح لحضرتك واتكلم، يعني برضو اقول النهارده كان في مباراه مهمه وكان فيها مشكله تحكيميه كابتن ابو الدواء، عشان حضرتك عايز تعلق على الجزئيه دي واتكلم على كمل الكلام على جاي. وزي التحكيم النهارده يمكن النادي الاهلي اشتكى منها في اولى مبارياته، فبالتالي النهارده ايضا في مشكله تحكيميه وبتخليك تروح لحته بقى انت مش عايزها بعد وصولك لكاس العالم. يعني بس خليني اقول لك يا كابتن فاروق ان في مشكله كبيره جدا، ان اي فرقه دلوقتي اي حد بيتعرض للهزيمه او اي فرقه بتتعرض للهزيمه بتعلق على الحكام وبتعلق. انا النهارده اتفرجت على مباراه طنطا والزمالك، انا شفت ضربتين الجزاء ما فيهمش اي حاجه يا كابتن فاروق. يمكن النادي الاهلي كان ليه برضه مشكله، كان عنده ليه ضربه جزاء امبارح ما اتحسبتش، ما حصلش مشكله وقدر النادي الاهلي. فانت النهارده مش كل وارد ان الحكام انها تغلط، واحنا عارفين الكلام ده كله، دي منظومه واحده حكام ولاعيبه وجماهير واداره. النهارده كل اي لاعب بيغلط واي مسؤول معرض ان هو يخطا، لكن مش كل مشكله هتحصل بقى نقول لك الحكام خلاص لازم نوصل للفكر بقى العالميه ونلعب كوره، مش كل سنه هنعمل مشاكل او هنعمل قلق. النادي الاهلي اتعرض في اول مباراتين اول مباراه الجيش وطلع الجيش وان شاء الله الحكم يا كابتن. بص انا زي ما بقول لك الحكم بيبقى نازل عايز يعمل مباراه كبيره زي اللعيب، مش عايز يخطا، عايز يبقى دولي وعايز ياخد الشاره الدوليه وعايز يحكم في كاس العالم وعايز يحكم يوصل لاعلى المستويات، لكن مش هنقعد بقى نعلق شماعتنا. انا نفسي يا كابتن فاروق في مدير فني عنده الشجاعه يطلع يقول لك انا كنت النهارده انا بتحمل النتيجه او بتحمل المسؤوليه. احنا بنشوف اخطاء كتير جدا زي ما حضرتك بتقول، في ناس بتحلل في القنوات وبتقعد تقول ان الفرقه بتعمل وفرقه بتسوي، في لعيب ما غلطش ولعيب ما عملش. انا نفسي في لعيبه يا كابتن ابو مسلم يطلع او مدير فني يطلع يقول لك انا المسؤول النهارده عن الهزيمه، لكن محدش هيقول كل الشماعه اللي بتتقال بتطلع على الحكام. في ناس في انديه بتتعرض للظلم من الحكام، مش عايز اقول ظلم، ممكن ما يكونش وارد، ممكن يكون ما يقصدش، ما فيش حكم بينزل عاوز يخسر فرقه او ما فيش بينه وبين اي فرقه مشاكل او قلق او بتاع، لكن اللي انا بقوله لك دي يعني ايه زي ما بقول لك قفت كل موسم، ان انت النهارده الحكام هتنزل تعمل لك مشاكل، هيقول لك الحكام ما بتحسب لنا ضربه جزاء، يقول لك هننسحب مش هننسحب، ده هتحصل طول الموسم، خصوصا ان كل الفرق. وعايز اقول لك على حاجه يا كابتن فاروق، يمكن انا بشوف الدوري العام السنه دي يمكن يعني في فرق كتير جدا ما عندهاش ثقافه الفوز بالدوري، لكن اللي هم بيعملوه او في فرق بتعمله يا كابتن. لان انا بقول لك النادي الاهلي يعني مش هتلاقي في فرقه بتنافسه السنه دي، وده على مسؤوليتي انا يا كابتن رضا، انا بقولها لك ان السنه دي مفيش فرقه هتنافس النادي الاهلي، لان كل الفرق اللي بتلعب دلوقتي ان شاء الله عندك ان هم عايزين يجمعوا بنات، ان هم في يبقى متواجدين في الدوري العام، يا اما يبقى موجود في نص الدوري يا اما ما يهبطوش، لكن دي منافسه الفوز او منافسه ان انت تاخد الدوري العام مش هتبقى موجود. طب كابتن حسام كنت عايز بقى يعني قبل ما كنت اجي لك على موضوع جايير، رحنا كابتن ابو الدهب جزئيه التحكيم، خليني اكلمك على جايير زي ما انا كنت بتكلم وانت كنت عايز تتكلم فيها. يعني هو معنا على الشاشه يعني
كمان. هو جينا نتكلم كابتن فاروق كابتن كلها عارفه جاي المعايير ايه بالظبط اللعيب اللي هو يبقى ناجح. اكيد المشاركات بتاعته الدقائق بتاعته الموجود فيها. تاني حاجه اللي هو النتيجه اللي هو بيجيبها اللي هي الاجوان الاسيست اللي بيعمله الحاجات دي كلها. لو جينا نتكلم في جميع المناسبات الموجود فيها جاي في فتره في النادي الاهلي كان فيها مشكله في راس حربه كان موجود فيها الراجل كان موجود كان بيأدي كان بيقدر يحرز. السنه اللي فاتت كان جايب اكتر من 7 تجوان او 8 تجوان حاجه زي كده. فلعيب مؤثر لعيب موجود فده لعيب مميز في الحته دي. تاني حاجه جينا نتكلم في اوجاي مميزاته زي ما انت قلت كباتن قال اللي هو بيجي من تحت عنده برجله واسع شويه بيقدر يعدي في الاسبرنت بتاعه كبير جدا بيعدي في وقت من اللقاءات من بطوله افريقيا كان في ماتش زي ماتش بتاع الترجي كان قدر يحرز هدف من تحت وهو جاي بيحل لك عندك اللعيب اللي عنده حلول يعني ممكن تحطه وينج يلعب هاف يلعب تحطه مكان عبد الله ممكن يلعب راس حربه يلعب. فدي اي مدير فني بيتمنى يكون عنده لعيب يشتغل في 5-6 وظايف في الملعب فبتحل له مشاكل كبيره جدا. فاجاي من يعني الناس اللي بتقول غير كده ناس متهيألي صعبه جدا يعني اللي هيقول حاجه زي كده لازم اكيد لاعب كوره وعارف يعني فاهم اللعيب بيتحرك له ازاي بيخلق له حاجات زي دي ازاي. فانا شايف اجاي من اللعيبه المميزه جدا الموجوده في النادي الاهلي ومؤثره يعني في وقت معين لما ما بقاش موجود بقى فيها مشاكل كتير يعني. طيب يعني واحنا بنتكلم مع كابتن الدهب على الجزء التحكيمي ومباراه اليوم يمكن مشاكل كتير في الجزء التحكيمي معايا كابتن ناصر عباس طبعا حكم الدولي السابق. كابتن ناصر مساء الخير على حضرتك كابتن. كل الساده الضيوف اللي معاك كابتن ابو الدهب ومش عارف انا بره الحقيقه طبعا كابتن رضا شحاته كابتن احمد ابو مسلم السلام عليكم كابتن رضا شحاته حبيبي وناصر حضرتك ايه حبيبي ازيك مرحبا كابتن ناصر ازي حضرتك كابتن الله يخليك الحمد لله تمام الحمد لله كابتن رضا تحياتي كابتن لحضرتك. يمكن مشاكل ما زالت مستمره في الجزء التحكيمي في مصر يمكن قلنا ان احنا وصلنا لكاس العالم اكيد في امور هتتطور في الكره المصريه مستوى الفني للاعبين مستوى الفني للتحكيم لكن بنشوف بعض الانديه النهارده زي نادي الزمالك بيشتكي من جزء تحكيمي كابتن ناصر. قبله كان النادي الاهلي في بدايه اللقاءات وامام طلاع الجيش وفرق كتير جدا بتشتغل على او بتشتكي من جزء التحكيم. بتشوف النهارده كابتن الوضع عامل ازاي لجزء التحكيم يا كابتن؟ شوف كابتن فاروق طبعا يمكن انا جيت اكثر من حلقه مع حضرتك ومع كابتن حميد حسن احنا قلنا دايما ان التحكيم له دور كبير جدا في نجاح المسابقه ولو التحكيم مش حلو اكيد المسابقه ما بتبقاش حلوه. امبارح كان في طبعا مباراه النادي الاهلي امبارح وكان في لعبه مهمه جدا لعبه الطرد اللي خاصه بالكابتن وليد سليمان. تمام. وطبعا انا في الحقيقه طبعا بحيي الحكم فيها محمود البنا لان كابتن فاروق الالعاب ديت في الملعب صدقني بتاخد لحظه واحده بس. صعب ان الحكم بيشوف الاستردات لما بتروح في الانكل او بتروح في الساق بتبقى صعب الحكم ياخد اللعبه دي من لقطه واحده. طبعا انا بحيي البنا لان القرار كان سريع ومفيش تردد وكان قريب كمان يا كابتن هو كان قريب كان قريب بالظبط كده. واحنا دايما قلنا لما بيكون الحكم عنده زاويه رؤيه واضحه ويكون عنده تحرك وتمركز واضح القرار بيبقى صحيح يا كابتن فاروق. هنا طبعا انا شايف ان هنا في فرق ما بين اللعب العنيف يا كابتن فاروق والسلوك. في فرق بين اللعب والسلوك. لو قلنا اللعب يعني ايه؟ يعني اللاعب النهارده بيحاول يلعب وبعدين ما بينجحش فرجليه بتروح تكمل في رجل اللاعب. معاك يا كابتن فاروق؟ معاك يا كابتن معاك. اصل الحاله قدامنا طبعا اصابه صعبه جدا وضربه صعبه جدا لوليد. خلي بالك تعليمات الحكام في مثل هذه الالعاب لما بيكون اللاعب رايح بالستارز على طول على الانكل او على الساق دي بيبقى فيها ايذاء للاعب ممكن اللاعب يبطل فيها لعب 3-4 أشهر 5 أشهر. هنا التعليمات واضحه للحكام ان هو لازم لابد ان يكون في بطاقه حمراء على طول وده اللي عمله البنا الحقيقه طبعا وقراره كان قرار صحيح في هذه الحاله. لو شفنا في نفس المباراه كابتن فاروق قلنا في الدقيقه 34 تقريبا من الشوط الاولاني هناك في لعبه للمهاجم كان تقريبا صالح جمعه رايح انفراد والحكم مساعد اشار بالتسلل وكان التسلل مش موجود لان اللاعب كان متغطي تقريبا بخطوه او خطوه. هنا برضه بنقول القرار هنا ايجابي وقرار سلبي. فبنتكلم على التحكيم بصفه عامه لا التحكيم النهارده لابد ان المسابقه النهارده بتصرف فلوس كتيره الانديه بتصرف كتير لابد ان التحكيم يطور من ادائه ليواكب الكره الحديثه. النهارده الكره النهارده بقت حديثه كابتن محمد وبقت سريعه. لو انا النهارده مش هقدر اواكب التطور بتاع لعبه كره القدم كتحكيم اكيد هياثر على البطوله وياثر على حتى كمان سلم الترتيب بالنسبه للدوري العام. والله كابتن يعني نتمنى طبعا الامور بتستقر يعني انت زي ما احنا بنقول احنا عايزين اللعبه تتطور هنا في مصر وتبقى في احسن مستوياتها بقى جماهيريا لعيبه فنيا تحكيم فنيا ده اللي احنا محتاجينه يا كابتن. لكن ايه الوضع القادم اللي المفروض يتعمل عشان
جزء تحكيمي يبقى بالشكل اللي احنا طالبينه. هو حضرتك يمكن انا متابع اللقطه هنا، لو رجعنا شويه كمان باللعبه ديت هنشوف ان اللاعب اللي جاي من النادي الاهلي جاي من القلب تقريبا في موقف سليم تماما. خلي بالك في لعبه من الالعاب المهمه جدا ان لابد ان الحكم المساعد هنا بيبقى مواجه الملعب وبيتحرك مع اخر ثاني مدافع عشان يظبط التسلل. هنا لحظه التمرير هنشوف لو جبنا اللعبه وقفنا هنشوف ان اللاعب المهاجم النهارده في موقف سليم تماما، وهنا نتيجه التمركز الخاطئ اللاعب حصل ان هو اشار على التسلل بطريقه طبعا وقرار مش صحيح. النهارده نادي مباراه نادي الزمالك نفس الشيء، النهارده تقريبا هناك يعني لعبتين داخل الصندوق، يعني اعتقد ان اللعبتين يعني ما فهمش حاجه، يعني اللعبه الاولى كان اللاعب المهاجم هو اللي اصطدم برجل المدافع، واللعبه الثانيه كانت فيها تلامس بسيط والمهاجم استغل التلامس. هنا بنشوف اللعبه ديت طبعا اللاعب اللي هناك المدافع مغطي برجلين لحظه لعب الكره، وكان يجب على الحكم ان هو يامر باستمرار الحكم المساعد يامر باستمرار اللعب، ولكن طبعا هو اشار استعجال على التسلل. ويعني مثل هذه القرارات يجب ان يكون فيها دقه من الحكام المساعدين يا كابتن. طيب كابتن خليني اسالك سؤال وتجاوبني عليه صراحه يا كابتن، هل بعض الحكام بتقلق من ارهاب بعض الانديه او ضغطهم عليهم بشكل ما، فبتلاقيهم بيتعاملوا بالشكل ده سواء بقى بيرضخوا مثلا او سواء عنده في الملعب، مش عايز اقول عنده او بيبقى قراراتهم عكسيه ضد اي نادي ممكن يكون بيتكلم على التحكيم بشكل مش جيد؟ شوف كابتن فاروق، طبعا انت كنت لاعب كبير وكابتن رضا كان لاعب وابو سلم وابو الذهب لعيبه، كل واحد بيبقى لاعب نازل يعني حابب ان هو يكون افضل واحد في الملعب. صحيح. واحنا بنتكلم على التحكيم، الحكم نفس الشيء بيبقى نازل حابب ان هو يكون افضل من الموجود في الملعب وبيأدي نفسه ان هو يطلع بشكل كويس. ان انا اقدر اقول ان انا ممكن بيبقى في حكم عنده في فروقات فرديه كابتن فاروق من الناحيه الفنيه امشي معاك، في فروقات بالنسبه لناحيه الضغوط، يعني النهارده محمد فاروق النهارده بيتحمل الضغوط، رضا شحاته ما يقدرش يتحمل او ابو الدهب بيتحمل، بتختلف الحكام. صحيح. بعض حكم بيقدر يتحمل الضغوط ويقدر ان هو ما يبقاش عنده اهتزاز في المستوى ويبقى عنده ثبات انفعالي مهم جدا جدا، ده الموجود المفروض يكون موجود في الحكم. احنا بنقول الحكم النهارده ملوش حسابات في الملعب، اللي بيشوفه بيحسبه، لا يتاثر بالضغوط، لا يتاثر بالضغوط الخارجيه اطلاقا، وهو ده الحكم الناجح كابتن فاروق. انما الحكم اللي بيتاثر بالضغوط وما قدرش يشيل ماتش والمباراه بقت سهله وهو صعب على نفسه، لا، لابد هنا اختيار لجنه الحكام للحكام بتبقى لدرجه صعوبه المباراه، بنشوف مين الاكفأ بنحطه في المباراه اللي هو يقدر ان هو يعمل مباراه كويسه من خلالها. نتمنى طبعا يا كابتن يبقى ده الموجود، لان طبعا في وقت من الاوقات هتبقى المباريات صعبه في الدوري الممتاز لو احنا المنافسه على النقاط قليله ما بين الاول والثاني ولا اللي بينزل للدرجه الثانيه، الامور بتبقى محتاجه حساسيه جدا في اختيار الحكام لهذه المباريات. كلام مهم جدا يا كابتن فاروق، بتقول كلام مهم جدا، انا بتفق معاك تماما. وهنا دور لجنه الحكام يا كابتن فاروق، يعني هنا دور لجنه الحكام في ايه؟ يعني النهارده المفروض انت كلجنه الحكام في التعيينات بتراعي الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه، درجه صعوبه المباراه. هناك مباراه درجه صعوبتها صعبه جدا، في متوسطه، في سهله. يبقى انا النهارده في تعييني للحكام لابد اشوف الحكم اللي يقدر يشيل مباراه صعبه بحطه فيها، وكذلك يبقى ان اختيارات الحكام النهارده بيتم اختيارها طبقا للمعايير والاعتبارات، طبقا لسلم الترتيب في الدوري العام، طبقا لاهميه المباراه. هنا برضك اختيار الحكام مهم جدا في نجاح البطوله كابتن فاروق. صحيح يا كابتن ناصر عباس، انا بشكرك يعني شكرا جزيلا دائما موجود معانا وبتنورنا في حاجات كتير الصراحه كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق، بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر. كابتن رضا خليني اكلمك على الاسبوع الخامس، يعني حضرتك اتفرجت عليه بشكل يعني طبعا كان مباراه قويه، شفنا مباراه زي مباراه المقاصه والمصري، شفنا الداخليه بيفوز على الرجاء، المباراه القادمه الرجاء امام النادي الاهلي من الاسبوع الثالث المؤجل. يعني هبتدي لك بالداخليه والرجاء، لو انت كنت اتفرجت عليها يا كابتن يعني بتشوفها ازاي المباراه والنتيجه بشكل؟ بص، هي نتيجه طبيعيه، يعني النتيجه مش مفاجاه بالنسبه لنا. الداخليه فرقه فيها ثبات من السنه اللي فاتت، الاسبوع ده بدايه كانت موفقه بالنسبه لهم، 2-0 نتيجه كويسه جدا بالنسبه لفرقه الداخليه ودافع ليهم. فالنتيجه انا شايفها النتيجه طبيعيه. المباراه اللي فيها بقى كلام زي ما احنا بنتكلم هي المصري والمقص، مباراه حلوه جدا. كابتن حسام حسن لا يزال هو بيتربع على الاستقرار الفني والمستوى من 3 سنين تقريبا، انا شايف ان الكابتن حسام ثابت، شكله ثابت، فرقته ثابته،
حد بيخرج حد بيدخل، ما بتحسش ان في حاجه اتغيرت على السيستم اللعب على شكله على طريقته في الملعب. انا بتكلم عن الجزء اللي هو داخلي داخل الفني داخل الملعب، ماليش علاقه باي حاجه تانية. انا ليه علاقه بتكلم على الحاجات الفنيه. ثبات مع كابتن حسام مع فرقه المصري بالشكل اللي يليق بحسام حسن وابراهيم حسن، فانا شايف ان هم ناجحين جدا والمباراه كانت هايله. يمكن شويه علامات استفهام بقى على مصر المقاصه، يمكن السنه اللي فاتت كانت عاملين نتائج هايله وقبل النتائج كمان كان الاداء. فاحنا فاجئونا كلهم السنه دي بالاداء والمستوى في حاجه مش طبيعيه، او ما فيش توفيق. مش عايز اقول ما فيش حاجه، مش عايز اقول مش طبيعيه، ولكن ما فيش توفيق مع المقاصه. ولكن لازم يلحقوا تاني يرجعوا بسرعه، لان فرقه لازم تبقى متواجده. احنا كنا السنه اللي فاتت كنا يعني طول السيزون تقريبا بدور على فرقه المقاصه بتلعب امتى عشان اقعد اتفرج على كوره. كنا بنقعد نقول عايزين المقاصه تلعب عشان نتفرج على كوره. فده مش موجود. هو تصريح كابتن مؤمن ان هو لو في قصور هو هيشتغل عليه، ولكن هو بيقابل حظ سيء جدا. ده كلامه او تصريحاته ما بعد مباراه الامس. لا، هو في قصور طبعا في الحتت الفنيه، يعني الشغل الفني في فرق كبير، في جاب كبير بين السيزون اللي فات والسيزون ده. فالفرق كبير، فمش بنتكلم في قصور في منطقه معينه او في طريقه معينه هو عايز ينفذها. لا، هي الحجم كله على بعضه كده بنقول ان في مشكله. مش نتائج، بنتكلم على الاداء الفني جوه الملعب، مش بنتكلم في جزء صغير. انا شايف ان في عندهم حاجات كتير عايزين يشتغلوا عليها. يمكن حظه السيء ان احنا بنقارن السنه اللي فاتت بالسنه دي مع اداء السنه اللي فاتت بالسنه دي والنتائج السنه اللي فاتت بالسنه دي برضه. صحيح. فلو قلنا حتى ان في لعيبه خرجت وفي لعيبه دخلت، نفس ده حصل السنه اللي فاتت برضه، في ناس خرجت وفي ناس دخلت. الفكره كلها ازاي انت تربط ده، وازاي تخلي الفرقه ماشيه بالشكل اللي كانت موجوده عليه السنه اللي فاتت وتكمل الاخر ويبقوا بالشكل المطلوب. يعني انا شايف ان هم بس محتاجين تركيز اكتر، والفتره اللي جايه تبقى افضل. طيب لهم كابتن ابو مسلم، يمكن تشابه موقف المقصه، او مش عايز اقول تشابه، المقصه يمكن كانت حصلت على وصيف الدوري الممتاز السنه اللي فاتت، لكن السنه دي وادي دجله يعني نتائج غير متوقعه بالمره هذا الموسم، تعادل مع فريق النصر 1-1 في الاسبوع الخامس. برضو بتشوف يعني النتيجه دي، خصوصا برضو كمان يعني ان المعسكرات كانت موجوده خارجيه، الدنيا ماشيه بشكل كويس، استقرار فني واستقرار اداري بالنسبه لفريق وادي دجله، لكن بنشوف النتائج على عكس ما كنا متوقعين لفريق وادي دجله. لو جينا نتكلم يا فاروق من اول فرقه عامه، مش وادي دجله بس، بنتكلم مثلا في فرق كانت مميزه جدا بدات الدوري بمستوى كويس. لو جينا نتكلم فرقه مميزه، في المصري كان ماشي بمستوى متميز جدا، عندك نقطه ثانيه، عندك المويل العرب فرقه مميزه جدا، فرقه ثقيله دلوقتي. بنتكلم على الفرق اللي هي استعدت بمستوى كويس. الاسيوطي ابتدى نوعا ما بياخد، شايف بيلم بنقط كويسه جدا، ففي فرق مميزه جدا وفي فرق عندها سوء حظ. يعني لو جينا نتكلم، بنتكلم على المقاصه عندها مشاكل، نتكلم على انبي، دي مش مستوى انبي خالص، ولا الدوريات او المنتوشه كنا بنتفرج عليها على انبي خالص. لسه طلع الجيش ما فاقش برضك، ففي فرق كتير مميزه. بتروجيت لسه نفس الكلام، ففي فرق لسه الدوري يا فاروق اللي نتكلم. ايوه بس وادي دجله كابتن يلعب 5 مرات ويكسب 3 ويتعادل واحده ويكسب واحده برضه، يعني مفيش مشكله. بس هو انا كل المنتوشه اللي شفتها شفتها الوادي دجله، هو بس نص مصحاز. يعني وادي دجله بيبقى كسبان على طول، وفي الدقيقه 90 او 95 يخش فيه هدف. يعني اخر مباراتين كان نفس الكلام، فبالتالي دي سوء حظ. تاني حاجه كابتن فاروق، سوء حظ في مباراه مش في مباراه، لا ده ثلاث مباريات كده، ثلاث مباريات كده. تاني حاجه، وادي النادي وادي دجله بيعتمد دلوقتي على سياسه الناشئين، اللي هو راجل بيه دلوقتي عايز عنده ناشئين كتير. كان قبل كده دجله كان بينافس، فكان بيشتري لعيبه باسعار كبيره جدا. دلوقتي سياسه النادي يعتمد على ابناء النادي اللي هي الاكاديميات وقطاع الناشئين. فعامل لعيبه مميزه جدا. يعني انت بتتكلم كابتن ابو مسلم ان نادي وادي دجله فوق في الفريق الاول اكثرته من اولاد النادي؟ في كتير، طبعا كتير جدا. يعني عندك محمد هلال، لو جينا نتكلم ناس كتير موجوده في الفريق الاول. تاني حاجه، كان عنده صف كويس جدا، ما عنده 3 4 دعم ب 3 4 احمد رؤوف. عنده برضك سوء حظ، لو جينا نتكلم في كل الفرق اللي فيها رؤوف بيجيب يحرز اهداف. يعني فمع وادي دجله لحد دلوقتي برضك ما يعني مفيش توفيق. انا شايف بس التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون مع ميدو ومع الجهاز الفني موجود، متهيألي الدنيا هتبقى احسن كتير. طبعا انت كابتن ابو دام بتشوف يعني برضه وادي دجله، انا ما زلت ما دام المباراه امامنا بنتكلم عليها، يعني 3 مباريات هزيمه الوادي دجله، اعتقد انها مش يعني ميدو موجود، محمد شوقي موجود، كابتن محمد عبد الواحد طبعا، محمد عبد الواحد، محمد عبد الواحد موجود. يعني فرقه، يعني جهاز فني على اعلى مستوى انا من وجهه نظري. لعيبه اعتقد انها برضه في مستوى جيد جدا. معسكرات اتعملت بره، ولكن بنشوف مستوى في بدايه الموسم
مش جيد بالنسبه لفريق وادي دجله. يعني زي ما خليني اقول لك يا كابتن فاروق، يمكن فرقه وادي دجله كنا متوسمين فيها خير، يعني من الفرق كويسه جدا وفرق المحترمه، كان بتقدم كوره بشكل كبير جدا، شفناها مع الكابتن حماده صدقي كان بتنافس وكان كان بيقول زي ما بيقولوا بعبع للاهلي والزمالك. لكن زي ما بقول الكابتن ابو مسلم، ما ينفعش ان انت تيجي تعمل احلال وتجديد مره واحده، ان انت تعتمد على اولاد. لا، الدوري العام يعني زي بقول لك زي ما بقولوا صاحب النفس الطويل، ان انت بتقابل فرق النهارده زي ما تقول النهارده وادي دجله لعب 5 مباريات في اول الموسم لما يضغط هزم. لسه بدري يا كابتن، لسه بدري، بس خلي بالك يا كابتن، النهارده فرق اللعيب الصغير ما كانش في البدايه، المكسب بيجيب مكسب والهزيمه بتجيب هزيمه، فبالتالي فالثقه بتقل والثقه بتبقى عند اللعيبه بتبقى مشكله كبيره جدا. وهتقابل الكابتن ميدو او الجهاز الفني موجود مع مدربين محترمين، كابتن محمد شوقي واللعيبه ده وليها خبرات، ومحمد عبد واحد. لكن زي ما بقول لك الفتره الجايه لازم يشتغل على الحته النفسيه اكتر في الفتره اللي جايه، يعني هو يقدر يعني مثلا النادي عنده بتروجيت الماتش الجاي، وبتروجيت متعادل مع سموحه، فبرضه الامور بص عايز اقول لك على حاجه يا كابتن فاروق، كل الماتشات اللي جايه صعبه طبعا. يعني بتفرج، يمكن انا عايز اقول لك على حاجه، خلي بالك امبارح من احسن الماتشات اللي اتفرجت عليها زي ما كابتن رضا قال لك، مباراه المصري ومصر المقاصه، عملت فرقه كويسه جدا، عملت ماتش كويس جدا، يعني الفرقتين عاملين ماتش كويس جدا. يمكن عندهم يمكن عايز اقول لاخر دقيقه ان يعني الفرقتين لاخر الفريتين. لا الفرقتين عايزين يكسبوا لاخر دقيقه، يعني حتى ما فيش حد فيهم بيدافع او بيحافظ ان هو يقول لك لا نخرج بالتعادل. لا، الفرقتين عندهم تصميم واراده ان هم يكسبوا، يعني حتى كابتن حسام امبارح بينزل احمد عيد عبد الملك، يعني كل الناس بتتوقع ان هو ينزل يحافظ على النتيجه، لكن بينزل الراجل في اخر دقيقه وبيقدر يكسب. يمكن الاهداف اللي جت، يمكن بس عايز اقول لك على حاجه كابتن مؤمن، يمكن في بعض الاخطاء ان هو بيلاعب، ممكن يكون بيلاعب لعيبه في غير اماكنها او في غير، يعني احسان الشحات هو راجل بكرايت او بيلعب في الحته اليمين، بيلعبه في نص الملعب، ممكن يكون متغير بشكل كبير جدا. لكن عايز اقول لك حاجه، الدوري بشكل الفتره دي يمكن قوي، وكل الفرق عايزه تكسب وعندها اصرار على المكسب، عندها روح المكسب ان شاء الله. فكابتن رضا خليني اسالك على سموحه برضو، بتروجيت تعادل سلبي 0-0، برضو بنشوف ان سموحه وبتروجيت يعني سموحه لحد ما يعني نتيجه برضو طبيعيه. فرقتين اقوياء بيحاولوا طبعا. انا عايز اعلق بس على وادي دجله. اتفضل يا كابتن. يعني زي ما كابتن ابو دهب بيتكلم ان دجله السن الصغير والمكسب بيضيف ثقه من بدري قوي، فمستواك بيعلى. انما لما تقعد مباراه واثنين وثلاثه الثقه لما بتقل، عشان تجمعها تاني لازم تجمعها مع لعيبه عندها خبرات، والخبرات مش كتيره في النادي يعني في المجموع مع المجموعه دي، فالخبرات مش كتيره، فممكن تبقى بعد كده تعمل لك مشكله على 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 قدام شويه. فدجلة لازم الفترة اللي جاية يلموا الولاد أكتر. أنا عارف إن هم بيلموا جامد جدا ودايما قريبين، وحتى المجموعة اللي هي المدربين اللي موجودين قريبين قوي السن، مش 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 كبار يعني، ميدو وشوقي وعبد الواحد سنهم صغير، فقريبين قوي من اللعيبة ومجمعينهم كويس، ولكن محتاجين أكتر، يعني محتاجين شغل أكتر، ومحتاجين إن هم يجمعوهم أكتر من كده، عشان الموضوع بعد كده هيبقى صعب، لأن الخبرات هي اللي بتحل المواقف اللي هي اللي بعد كده. فالخبرات دي هتبقى مش تبقى عندك كتيره، فهتتزنق فيها يعني. طيب يعني انت عندك تعليق على دجله تاني ولا لا؟ خلاص طيب، المقاولين يمكن كان متصدر الدوري، واسوتي جه وقفه امبارح بتعادل، يعني بتشوف ان المقاولين مع محمد عوده كابتن؟ لا لا، المقاولين بقى له فتره من نهايه السنه اللي فاتت، برده المقاولين بدا يبقى ليه شكل وليه اداء، والشغل الفني واضح بقى عندهم. يعني الدوري كله السنه دي فيه ميزه حلوه جدا، اللي هي ان كل الفرق عايزه تكسب، ما بقاش عندك فرقه النهارده بتلعب على البونت او هامن عشان اطلع ببونت، حتى لو بلعب الاهلي والزمالك هو ما بقاش في الكلام ده خلاص، كله بينافس، كله عايز يكسب. لو بنتكلم على الاسيوطي، انا بالنسبه لي الاسيوطي كابتن علي ماهر الصراحه عامل اعتقد فرقه جيده السنه دي، بقول له يعني انت فاجئتنا السنه دي بفرقه محترمه بيلعب كوره، وانا عارف انا اعرفه يعني اعرفه في التدريب كمان، هو بيحب يلعب كرة قوي، يعني ما عندوش حتة ان هو يكسب حد بيشوط، لا هو بيحب يعمل شغل فني يبقى واضح، وهو مؤثر مع الاسيوطي السنة دي وعامل فرقة محترمة، واتوقع السنة دي هيبقى سنة ان شاء الله للاسيوطي فرقة كويسة جدا وتبقى سنة مميزة ليه. المقاولين زي ما قلت لك من السنة اللي فاتت هو ماشي ب جزء الاستقرار برضه فرق طبعا طبعا، وعودة مصرين عليه، يعني من انت كبيرة من مجلس الإدارة ان انت تبقى مصر على مدرب ومديله الثقة ان انت كده كده ان شاء الله موجود، واحنا نثق فيك، وانت ابن النادي، وانت اللي هتشيل الفترة دي، فدي برضه مريحاه ومخليه شغال في هدوء. وخلي بالك الاستقرار، ملعب واماكن تدريب، يقعدوا تدريب واماكن اللعيبه ممكن تريح، يا ممكن يعمل فترتين،
خلي بالك النقطه مهمه جدا، الاستقرار ده مهم جدا للعيبه، ان يعني انت تقدر تعمل تمرينه واثنين وتقدر تعمل تمرينات تخصصيه وتقدر تجمه في النادي بدري شويه، في حاجات كده بتبقى مميزات في انديه فهو بيستغلها كويس، وعندهم جون في النادي كمان تحت، ففي حاجات انت بتقدر تستغلها كمدير فني، فهو بيستغلها، واضح ان هو بيستغلها جامد جدا، وواضح على الاداء الفني للمقاولين وعاملين سنه هايله لحد دلوقتي، واتمنى لهم استمرار برضه عشان الدوري، احنا عايزين الدوري دايما يفضل في الليفل اعلى، يعني احنا يهمنا ان عندنا صحيح. عندنا كاس عالم يعني محتاجين نطلع لعيبه تانيه. كابتن مصطفى، يمكن انت لعبت في نادي اسماعيلي يا كابتن فتره من الفترات، عوده انا بشوفها السنه دي مختلفه لنادي اسماعيلي، وجوده في المركز الثالث ب 10 نقاط وفوزه يمكن على فريق الانتاج الحربي النهارده 1-0 على ملعب الانتاج الحربي، دي حاجه يعني اعتقد انها عوده جميله لفريق الاسماعيلي، ان احنا دايما كنا بنشوف ان هو الكره البرازيليه بتيجي من خلاله، البرازيل مصر زي ما احنا بنقول دايما على فريق الاسماعيلي. كابتن النادي الاسماعيلي نتكلم السنه دي على البدايه موفقه جدا غير كل المواسم اللي قبل كده، لو كنا نتكلم على كل المواسم قبل كده كانت النادي الاسماعيلي في اول الموسم بيبقى عنده مشاكل كبيره جدا، السنه دي المدير الفني الفرنساوي عامل شغل كويس جدا مميز مع كابتن محمد محسن ابو جريشه برضك موجود معاه، عندهم لو جينا نتكلم على خط الهجوم عندهم يعني لحد دلوقتي محرزين 8 اهداف، وعندهم لعيبه موازي افارقه جابوهم بسعر كويس عملت فرق كبير جدا، عندهم واحد زي ابراهيم حسن قدر يرجعهم تاني في الصوره بقى مميز جدا، النهارده اللقاء لو جيت اتفرجنا على اللقاء محمود متولي اللي هو رجعوه راجل رجعوه ورا يلعب ورا خط بيلعبوا في خط الدفاع بيقدر يأدي في نص الملعب بيأدي، فعنده لعيبه مميزه جدا كبير جدا في كل الخطوط. النهارده لو جينا نتكلم على ماتش مع الانتاج الحربي، النهارده كان الماتش كله الشوط الاولاني للنادي الاسماعيلي كان نوعا ما كان مميز شويه، الانتاج الحربي ضاع اهداف كبيره جدا ودي حاجه موجوده اللي بيضاع كتير بيندم بعد كده. صحيح. فحتى ضربه الجزاء اللي جت للانتاج الحربي ضيعوها، النهارده شفت الاسماعيلي كان مميز جدا، عنده تماسك كبير جدا في خط الدفاع ومنتصف الملعب بالذات بغياب القيصر طبعا حسني عبد ربه اللي هو يعني من لعيب الخبره الموجود في نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي النهارده استغل المدرب، لو جينا نتكلم عن عنصر مدرب، مدرب فني محترم جدا، يعني تغييره واحده بتاع كريم بامبو الشوط الثاني، عارف كريم بامبو عنده الاسرع، هو اللي احرز الهدف في الدقيقه 80، هو بيقدر يستغل كريم عنده السرعات، كريم كان موجود عنده السرعات والمساحات، فنوعا ما شاف فادي نجاح عنده في النادي الانتاج الحربي مثلا نوعا ما الستارت عنده الاولاني عنده فيه مشاكل شويه، فبقدر لو جينا نتكلم على الهدف هي ترقيصه بالهدف، يعني هو ترقيصه اللي دخلها جوه نص الملعب، يعني دخلها على 18 وحطها في الزاويه البعيده، فشاف الاسماعيلي مميز جدا السنه دي، خط هجومه عنده 8 اهداف عليه 3، دي طبعا غريبه شويه اللي هو خط الدفاع بتاعه قوي جدا لو جينا نتكلم عليه، فانا شايف الاسماعيلي السنه دي ان شاء الله هيكون مميز يعني من ضمن الفرق المميزه. طيب كابتن، يمكن مباراه الزمالك طنط النهارده كابتن ابو، يعني زي ما قلت لك طنط برده متميز، لا فرقه محترمه، لا فرقه كويسه جدا، عندهم استقرار، يمكن انا بحيي رئيس النادي فايز عريبي، يمكن هو متمسك بالكابتن خالد عيد بشكل كبير جدا، عمل نتائج السنه اللي فاتت كويسه جدا. واضح كابتن ابو الدهب ان حته الاستقرار على الاجهزه الفنيه بتفرق كتير قوي في الموسم، يعني لو الموسم اللي فات الموسم ده بتفرق بشكل، يعني بص خليني اقول لك يا كابتن فاروق، يمكن انا لامسها كويس جدا في النادي المصري، يمكن النادي المصري عاملين استقرار للكابتن حسام حسن، يمكن الكابتن حسام حسن كان في المربع السنتين اللي فاتوا في المربع، دلوقتي الكابتن حسام حسن واللعيبه اللي موجوده طموحهم عالي ان هم ينافسوا على الدوري العام، يمكن احنا متصدر الدوري من الاسبوع الخامس وعامل شكل كبير جدا وشكل كويس في الفتره، لكن خليني اقول لك ان فرقه طنطا من الفرق المحترمه جدا، فرقه ما فيهاش نجم اللي بتادي بشكل كويس، في التزام في الملعب، في عندهم روح، بيلعبوا كل المباريات بنفس الاداء وبنفس الشكل، لكن عايز خليني اقول لك النادي الزمالك، النادي الزمالك يمكن مش عايزين نتكلم عشان في قناه النادي الاهلي الناس تقول لك ان متحيزين او مش، لا احنا بنتكلم ككوره، ان فرقه الزمالك انت النهارده مغير 18 لعيب او مغير 11 لعيب موجودين، فهتلاقي مفيش تاقلم في المباراه، مفيش انسجام مع بعض، فدي ممكن يعانوا منها بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه، وعايز اقول لك على حاجه، يمكن الزمالك ممكن يجي بس بعد فتره او يبقى موجود او يتالق بعد فتره، لكن في الفتره دي انت خبان ان نادي الزمالك الجماهير محملهم اكبر من طاقتهم، ان انت بتلعب على بطوله، لعيب البطوله غير اللعيب المحلي، ان انت لما تجيب نادي الاهلي او نادي الزمالك بالذات لما بيجيبوا لعيبه بيجيب لعيب بطوله، فبالتالي بيخش بسرعه، لكن عشان اجيب لعيبه ولاعيبه محترمه ولاعيبه كويسه بس فرصه، اتمنى نادي الزمالك يمكن جماهيره او مجلس اداره تصبر عليهم شويه، لان هم محملينهم يعني بطوله، ان انت تاخد بطوله، بدليل النهارده ان انت لما بتتعادل او بيحصل عليك ضربه جزاء ان انا انسحب، فدي برده مشكله كبيره جدا، عامل جهاز فني محترم في الفتره اللي جايه. طيب خليني اكلمك على مباراه بقى اخيره، هي انبي وطلاع الجيش كابتن رضا، وتعادل 1-1 يا كابتن رضا. يعني انبي هو يعني علامه استفهام في انبي بقى لها فتره، مش السنه دي يعني، بنتكلم في انبي بقى له
كذا سنه عندهم مشاكل شويه في النتائج والاداء، يمكن متعودين على انبي من اول ما صعد الدوري بينافس دايما ولعب بطوله افريقيا وبياخد كاس مصر، ففي عندهم يعني تروب زي ما بنتكلم عندهم مشاكل في الحاجات الفنيه، ويمكن انا قلت السنه دي هيبداوا بدايه اقوى، ولكن يعني الاداء برضو زي مصر المقصه كده، الامور بالنسبه لهم صعبه جدا، اداء واستقرار، يعني المفروض عندنا استقرار، احنا بنتكلم ان عندي ادواتي وعندي الملعب وعندي المكان وعندي كل حاجه متوفره في نادي انبي، ولكن الاداء بالشكل ده يبقى في خلل ما، ده ما انا مش هقدر اعرفه لان انا مش داخل النادي. فلازم نادي انبي يعني يسترجع الذكريات زي ما بيقولوا ويرجع لسابق عهده. الجيش فرقه محترمه جدا، يعني انا شايف ان هو ترتيبه في الجدول النقط مش بعيده، احنا لسه ما نقدرش نتكلم على ترتيب جدول للنقط كلها نقطه ونقطتين، فلسه بدري قوي ما نتكلمش في 11، عم نتكلم على الفرق اللي هي تحت قوي اللي هي بنتكلم في 3 و4 نقط، دي محتاجه ان هي اللي تركز اكتر وهي اللي تبقى ليها في الصوره، ولكن المباراه يعني كويسه، الاداء فيها كان قوي، ولكن احنا مستنيين اقوى من كده لان الفرقتين كبار. كنت عايز اعلق على نادي الزمالك بس في دقيقه كده، النادي الزمالك انا شايف ان نادي الزمالك كان بيعمل حاجه كويسه جدا اول ما بدا الدوري، عنده الخطوط كانت متقاربه قوي، بيضغط كويس قوي، ضغط جماعي وضغط فردي، بيفقد بياخد الكره في اقل وقت، وده ما كانش موجود في نادي الزمالك في السنين اللي فاتت، السنه دي مختلفه تماما، ولكن كانت المشكله الوحيده في نادي الزمالك ان الاهداف، ان مين اللي يخلص بقى في الاخر، وخلي بالك زي ما احنا بنتكلم ان الاهداف دي هي اللي بتكسبك الثقه، نادي الزمالك لو كان عنده حد في التوقيت ده بيخلص الفرص اللي بتيجي كان هيبقى الشكل متغير، كان هيحافظوا على الميزه اللي وصلوا لها السنه دي، فكان الشكل هيتغير. ولكن مباراه في الثانيه تعادل في الثاني، فالناس ما بتصبرش، ما فيش حد بيستحمل حد زي ما بيقولوا، في صفقات وفي فلوس مدفوعه وفي عايزين ياخدوا الدوري، فده كل ده حمل على اللعيبه، واللعيبه دي في ناس كتيره فيهم مش متعوده على الضغط ده، فهتلاقي دلوقتي بقى في كلام ان الدوري وهننسحب، يعني الحاجات دي كلها ضغوط على اللعيبه طبعا، فعشان كده هتلاقي الموضوع بقى خلي بالك انت بتصعب الامور على لعيبتك اكتر مش بتسهلها، انت ازاي تخرج لعيبتك من ده عشان يقدروا يكملوا دوري طويل، مش بالعكس، انا في البدايه بضغط عليهم بقول كده، فخلي بالك ده هتعمل ضغط على اللعيبه وهتبقى للأسوأ مش للافضل. طيب خلينا يعني بعد ما انتهى الاسبوع الخامس اقول بس جدول الدوري وترتيبه، طبعا المصري بفوزه على مصر مقصر بيتصدر بطوله الدوري حتى الان، وجدول الدوري برصيد 12 نقطه، المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 11 نقطه، الاسماعيلي في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ثم الزمالك في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، سموحه في المركز الخامس 9 نقاط، الانتاج الحربي 8 نقاط في المركز السادس، داخليه في المركز السابع 7 نقاط، بتروجيت في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، اما طنطا في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، الاتحاد السكندري في المركز العاشر 6 نقاط، طلع الجيش في ال11 في رصيد 6 نقاط، الاسيوطي طلع يعني اسيوطي سبورت في المركز 12 برصيد 5 نقاط، الاهلي طبعا عشان هو يعني لعب ماتشين فقط لغير حتى الان في المركز 13 برصيد 4 نقاط، اما وادي دجله في المركز 14 برصيد 4 نقاط، النصر في المركز 15 برصيد 3 نقاط، ام بي في المركز 16 برصيد 3 نقاط، مصر مقصه يعني ودي المفاجاه بالنسبه لمصر مقصه وهذا الموسم في المركز 17 قبل الاخير برصيد نقطه واحده، اما الرجاء في المركز الاخير 18 برصيد بعدد ما فيش اي رصيد بالنسبه لفريق الرجاء. طبعا الدوري لسه طويل، لسه احنا في الاسبوع الخامس، ولكن في مؤشرات بتقول يعني ان في بعض الفرق جايه بشكل قوي وبعض الفرق ابتعدت عن مستواها، وايضا بعض الفرق بتفضل ثابته على مستواها. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي. خلينا كابتن ابو سلمى اكلمك على منتخبنا الوطني، طبعا الحمد لله التاهل لكاس العالم والفتره اللي جايه والسردات من السردات الكوبر والفريق لكاس العالم، طبعا مده طويله عقبال ما نوصل ان شاء الله لشهر 6 القادم، لكن المده دي ايه اللي المفروض يتم تجهيزه بالنسبه لمنتخبنا الوطني عشان نعرف او نكون شكلنا كويس في كاس العالم روسيا ان شاء الله؟ هو طبعا لازم الفتره اللي جايه دي خلاص احنا طبعا بنبارك لهم ونبارك لمصر كلها على وصول كاس العالم، بعد كده لازم نبص خلاص من دلوقتي نحضر هنعمل ايه؟ نعمل معسكرات، نعمل منتشر، نحضر الاجنده المنتشر الدوليه اللي انت هتعملها، لازم تعمل منتشر فاروق على مستوى المنتخبات اللي انت هتلاعبها، يعني ممكن تبقى موجوده في نفس القوه فيها في كاس العالم، ما ينفعش اعمل العب من افريقيا منتخب يعني عادي، لازم العب منتخبات اشوف المانيا، اشوف الاجنده الدولية
الدوليه، اشوف اعمل معسكرات امتى، اعرف الم اللعيبه امتى، لازم يكون في تجمعات بسرعه، فلازم احضر الحاجات دي من دلوقتي عشان انت عارف المنتشر اللي هي بتاعت الاجنده الدوليه دي بتبقى صعبه جدا، بتبقى بالسنين يعني بتسكنه من بدري جدا، فلازم الفتره دي احاول ادخل اللعيبه في الجو اللي هو بتاع كاس العالم. خلاص انت ما تبصش بقى على اللي فات اللي هي المنتخبات اللي مش مصنفه في افريقيا، لازم ابص على المنتشر اللي هي القويه، الاحتكاك القوي، انت هتلاعب مثلا المانيا، هتلاعب البرتغال، هتلاعب الفرق دي كلها، انت عارف احنا تصنيف ثالث او رابع حاجه كده، المفروض التصنيف يبقى تصنيف ثالث، تصنيف ثالث، فهتلاعب هتقف مع الاول اللي هو التصنيف الاولاني، فممكن تلاعب البرازيل، هتلاقي مثلا المانيا، هتلاقي الفرق القويه جدا فرنسا، فلازم من دلوقتي نحضر نعمل المنتشر الدوليه بتاعتنا تبقى عامله ازاي، ولازم نعمل المنتشر قويه جدا مع فرق قويه عشان لما اخش كاس العالم ان شاء الله اللعيبه ما تهبش الموقف. صحيح. ما تقول الفرق دي ازاي، لا لازم اعمل لقاءات كثيره بسرعه في اسرع وقت يعني. صحيح كابتن ابو الدهب، يعني برضه تجهيز المنتخب شوفوا من خبرتك الدوليه كابتن، يعني عايز اقول لك حاجه، المده قليله 8 شهور قليل على كاس العالم، ان انت لازم تعمل ماتشات كبيره جدا، المده قليله والوقت قليل بالنسبه للتجميل في المنتخبات، يمكن زي ما خلينا اقول لك يا كابتن فاروق ان مستر كوبر من المدربين اللي عنده شخصيه ان هو ما بيغيرش كتير، لكن عايز اقول لك حاجه، يمكن هو عنده القاعده الفتره اللي جايه، عنده لعيبه ممكن يضمها كتير جدا، عنده مشكله في الراس حربه يقدر الفتره الجايه يضم فيها، لكن انت الوقت وصلت خلاص، انت خرجت من افريقيا، وصلت للهدف اللي انت عايزه، وصلت كاس عالم بالطريقه او الخطه اللي انت بتلعب بيها، ده كان هدف احنا وصلنا ليه، لكن انت الوقت وصلت للعاميه، لازم العب مع فرقه كبيره جدا، مش معقول هتلعب بالاداء ده او بالشكل ده بنفس ان انا بدافع وبعدين العب على كره طويله لمحمد صلاح، وهي كره بنلعبها طول الموسم او طول فتره التصفيات، محدش هيستعمل كده. الحاجه الثانيه ان انت وصلت بقى للعاميه، ان انت تعمل ماتشات كويسه وماتشات محترمه في الفتره الجايه. كابتن رضا برضو نفس السؤال لحضرتك، يعني فرحة الجماهير دي حاجه نتمنى نشوفها ان شاء الله في كاس العالم في الدور الثاني بقى، يعني مش عايز اشوفها في الدور الاولاني، عايز اشوفها بقى في الدور الثاني بامر الله كده، واحنا موجودين نعدي او نكسر حاجز اللي هو في جيل 90 ان هم خرجوا من الدور الاول، ان شاء الله في روسيا نوصل للدور الثاني ان شاء الله. يا رب، يعني يهمنا طبعا احنا نشوف مصر في كاس عالم وتعدي دور واثنين، يعني احنا عايزين نبقى متواجدين دايما، وعايزين يبقى شكلنا كويس، وعايزين نبقى موجودين بشكل ايجابي، يعني ما يبقاش حلمنا اقصى حلم عندنا ان احنا نروح كاس عالم، دي يعني صعبه جدا في علينا في مصر، حجم يعني مصر طبعا يعني قوتها في القاره الافريقيه في كره القدم، ولكن الحمد لله كانت بدايه موفقه، وان احنا بقينا متواجدين، وان شاء الله المكسب زي ما بنقول في الكوره المكسب بيجيب مكسب، فدي حاجه ايجابيه. انا شايف ان الفتره اللي جايه هي الجزء المهم، ان انا لو انا عندي 6 أو 7 لعيبه مثلا هو شايف ان دول مميزين وممكن يشاركوا في منتخب مصر، انا شايف ان في مباراه غانا ممكن يشوفهم في مباراه غانا، احتكاك قوي تحت ضغط برده، لعيبه قويه، المباراه هتبقى قويه، فهيقدر يحكم على اللعيب بشكل ايجابي، ويبقى ادى فرص للناس كلها، ادى كل الناس فرص ايجابيه، وشاف كل الناس، عشان لما يجي يختار بعد كده اللعيبه يبقى خلاص انا شفت كل الناس ودول اللي انا عيني عليهم، فهياخد من مجموعه اكبر يعني. فانا شايف ده مهم، وبعدين زي ما كابتن ابو مسلم بيتكلم المباريات الدوليه اللي جايه دي مهمه جدا 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 طبعا. يعني جدا يعني، ومحتاجه تبقى كتير، ومحتاجه تبقى في جو قريب من جو روسيا كمان، يعني فيها حاجات كتير قوي لازم تتنظم عشان يبقى شكلنا كويس، وعشان لما احنا بنتكلم ان احنا عايزين نعدي دور واثنين، ده مش هيحصل غير بالمباريات الدوليه المؤثره والكبيره والمهمه. صح. عشان كده بقول لكم من دلوقتي احنا لسه اهو بنتكلم، دي محتاجين من النهارده نبدا نشتغل على ده، لان خلاص احنا يعني مفيش وقت زي ما بنقول، لازم نلعب كتير قوي عشان لما ندخل نلعب كاس عالم ما يبقاش عندنا رهبه الفرق وبيلعبوا ازاي، لان الكره اتطورت بشكل يقلقك ويرعبك في اوروبا عموما، الكره شكلها بقى غريب، بقت تكتيك عالي جدا والتزام غير طبيعي لكل الفرق وكل اللعيبه، فده كل حته انت تاخر يعني. وجود الارجنتين في كاس العالم مثلا، خروج تشيلي من كاس العالم برضو، وعندها فرق عندها مجموعه من اللعيبه مميزه جدا بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، ده في حد ذاته خليك تقول لا، ان لا حتى ايسلندا اللي راحت كاس عالم بعديك، لا برضو فرق قويه، فرق قوية خلاص طبعا، فانت هتشوف ونفس الشرسه. طبعا نتمنى طبعا توفيق لمنتخبنا كابتن رضا، اشكرك يا رب وجودك معانا باستمرار، ولون جامد انت لابسه حبيبي يا كابتن فاروق، اشكرك كابتن مسلم وجودك معانا برضه يعني، بشكرك طبعا يا فاروق، بشكر كابتن ابو الدهب وكابتن رضا، بس اضيف نقطه خلي بالك، اللي انا وكابتن رضا كان لينا التجربات اللي احنا لعبنا في كاس العالم للشباب، يعني انت لبسك شورت وكده، لا انا بكلمك اللي احنا عملنا من ساعه ما كنا رايحين كاس العالم ناشئين، خدنا فيه ثالث العالم،
الحقيقه مع كابتن شاوي. فاحنا عملنا الماتشات ديت الدوليه كتير، قعدنا مصدرات بره كتير. هي المشكله انت تلاقي الوقت بس الوقت. ازاي هذه النقطه كابتن؟ مش مشكله عشان اللعيبه كمان في اوروبا، فعشان تجمعهم قصه برضو صعب. ان شاء الله ربنا يسهل. كابتن نبدا بشكرك كابتن نبدا، بشكرك كابتن فاروق، ربنا يخليك حبيبي. يعني اكيد يعني منتخبنا محتاج كل الدعم مننا بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. الدوري الممتاز ده زي ما نقول هو سوق لمستر هيكتور كوبر وسوق للاعبين ان هم يسوقوا نفسهم لوجودهم للمنتخب او وجودهم مع المنتخب في الفتره القادمه ان شاء الله، وتمثيل مصر من خلال طبعا كاس العالم بامر الله. ولكن نشوف طبعا دوري قوي، هنشوف شكل قوي للفرق واللاعبين عشان يبقى عندهم فرصه طبعا لتمثيل مصر زي ما بقول لحضراتكم. وان شاء الله يبقى النادي الاهلي زي ما بنتكلم احنا هدفنا واحنا بنتكلم دايما في قناه الاهلي والسيد الاهلي هو النادي الاهلي يبقى في المقدمه، النادي الاهلي في كل مباراه يبقى في احسن حالاته من خلال لعيبته وكل اللاعبين ان شاء الله اللي عندهم اصابات يرجعوا بالسلامه. عندنا مباراه مهمه امام النجم الساحلي، قبلها طبعا هيبقى مباراه في الدوري الممتاز مطالب ايضا النادي الاهلي بمكسبها، هي مباراه الرجاء المؤجله او المباراه المؤجله من الاسبوع الثالث. كل التوفيق ان شاء الله كل اللعيبه ترجع بالسلامه، وتوفيق طبعا لفريقنا، توفيق للاعبتنا بامر الله. يعني اكيد دايما كنا معاكم باستمرار في طبعا قناه الاهلي واستاد الاهلي، دايما باستمرار موجود معاكم بيقول كل التفاصيل الخاصه بالفريق، كل التفاصيل الخاصه بكيان النادي الاهلي من خلال طبعا استاد الاهلي. استنونا دايما معاكم باستمرار. السلام عليكم، تصبحوا على خير.